السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا على قناة الأهلي. نرحب بحضراتكم في أولى حلقات برنامج وارد سكر على قناة النادي الأهلي. برنامج وارد سكر هيبقى إن شاء الله كل يوم جمعة من الساعة 9 للساعة 11، هيبقى معنا ساعتين هنتكلم فيهم كل ما يخص الكرة العالمية من أحداث وانتقالات وأخبار وكواليس. هنتكلم على الدوري الإنجليزي، هنتكلم على الدوري الأسباني، على الدوري الإيطالي، نتكلم على الدوري الألماني والدوري الفرنسي، نتكلم على لاعبين المحترفين، كل لعيبة المحترفين سواء في أوروبا أو في الدوريات العربية. برنامج جواد سكر هيبقى مع حضراتكم هاشتاج طوال الحلقة، علشان لو حد عنده استفسار على أي حاجة، حد عايز يسأل على أي معلومة، احنا موجودين علشان طبعا نجيب على استفساراتكم إن شاء الله على قد ما نقدر. هيكون معانا حاجات خاصة بينا احنا، يعني في أي دوري هيبقى عندنا ان شاء الله حاجه مميزه نتميز بيها عن يعني عن بقيه الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم عليها. طبعا لما بيجي نستعرض عشان خاطر يعني نتكلم بصفه، يعني هنبدا الحلقه بدوري انجليزي، هنتكلم على ابرز الاحداث اللي فيه، هنتكلم على الاخبار. عندنا محترفين في الدوري الانجليزي، عندنا في الدوري الاسباني، اكيد هنتكلم على برشلونه، هنتكلم على ريال مدريد، هنحلل برضو مع بعض، هنتكلم، هيبقى معانا مداخلات من نجوم التحليل، نجوم الكره، لاعبين المحترفين كمان هيبقى معانا في بعض الاوقات، هيبقى معانا طبعا هنحاول ان احنا نجيب يبقى حلقات مميزه معانا ضيوف كلاعيبه محترفين يجوا يتكلموا معانا، يتكلموا ونشوف نجاحاتهم وازاي هم ناجحين وازاي هم قادرين ان هم يخوضوا التجربه الاحترافيه. هنتكلم مع حضراتكم بالتفاصيل في كل ما يخص الكره العالميه ان شاء الله، ربنا يقدرنا ويقدر طاقم عمل البرنامج ان شاء الله ان احنا نوفر لحضراتكم كل الكواليس او كل الاخبار الحصريه اول باول. هنبقى مع حضراتكم في كل حاجه، يعني اللي عايز من الاخر اللي عايز يتابع كل الاخبار الكره العالميه حصاد الاسبوع. هنتكلم على الماتشات اللي جايه، يعني هنتكلم على طبعا كل جوله بتنتهي بنتكلم على الجولات اللي بعديها، نتكلم على دوري الابطال. معانا النهارده قضيه مهمه جدا وهو دوري الامم الاوروبيه، في كتير جدا بيتفرج علينا دلوقتي ما يعرفش يعني ايه دوري الامم الاوروبيه، هيبقى معانا تليفون، هيبقى معانا جداول، هيبقى معانا شرح للساده المشاهدين يعني ايه دوري الامم الاوروبيه وايه فايدته، بيعمل ايه، يعني هل ده ليه، يعني هل ده ليه لازمه بالاخر، عشان الناس بتتكلم وبتقول طيب ده هيبقى مضيعه وقت للمنتخبات الاوروبيه وفي نفس الوقت هيلعبوا بيه المنتخبات الثانيه، ده هيعمل ارهاق بدني كبير جدا للعيبه اللي بتلعب مع الانديه، وبالتالي الانديه ممكن بشكل كبير جدا ما تسيبش اللعيبه للمنتخبات. هنتكلم بالتفصيل وهنعرف، لكن طبعا في البدايه اكيد طبعا هنتكلم على الدوري الأكثر مشاهدة في العالم، الدوري اللي احنا كلنا بنستمتع بيه، الدوري الأقوى في العالم اللي احنا بنشوف فيه معظم لاعبتنا المحترفين بيكونوا موجودين فيه، هو الدوري الإنجليزي. هيبقى معانا الدوري الإنجليزي، هيبقى معانا أهم خمس ماتشات هنتكلم عليهم بالتفصيل، هنتكلم على أهم الأحداث اللي بتدور جوه كل مباراة. هنتكلم على طبعا الدوري الإنجليزي، عندنا لاعيبة محترفين، أربع لاعيبة محترفين، عندنا محمد صلاح، عندنا النني، عندنا رمضان صبحي، وعندنا احمد حجازي، وحديثا واخيرا طبعا علي جبر اللي هينضم ليهم لفريق ويست هام. هنبدا باول مباراه مع حضراتكم ونبدا بمباراه ارسنال وكريستال بالاس واللي انتهت بفوز ارسنال 4-1. مباراه كانت قويه جدا، ارسنال قدر ان هو يحرز اربع اهداف في اول 22 دقيقه، ودي يمكن كانت مفاجاه لكل مشاهدي ومتابعي ارسنال. يمكن في الدقيقه 6 مونريال بيجيب الهدف الاول، بعديها باربع دقائق ايوبي بيجيب هدف في الدقيقه 10، الدقيقه 13 ارسنال بيجيب هدف، وفي الختام في الدقيقه 22 الكسندر لاكازيت بيجيب هدف في الدقيقه 22، لكن كريستال بالاس بيعود بالهدف الشرفي في الشوط الثاني في الدقيقه 78. ارسنال طبعا لعب المباراه على ملعب الامارات، اول مباراه تكون بدون أليكسيس سانشيز. هنتكلم بالتفاصيل دلوقتي مع حضراتكم على موضوع. يمكن أرسنال أنا شايف إن طريقة لعبه بقى فيها راحة شوية لما أليكسيس سانشيز مشي. تصريح مهم جدا من أرسن فينجر اتكلم وقال إن بعد رحيل أليكسيس سانشيز هنقدر نلعب ونرجع تاني لطريقة لعبنا المعتادة اللي احنا كنا بنلعب بيها. لكن 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 طبعا يعني هنتكلم برضو عن قدوم هنريك مختاريان. اللي حصل ان تم انتقال أليكسيس سانشيز لمانشستر يونايتد بصفقه تبادليه بدون اي مقابل مادي،
لكن كان المقابل بتاعها هو هنريك مختريان. المباراة طبعا لو هنتكلم على اول حاجة على حتة فنية خاصة باللاعب المصري محمد النني. محمد النني بيشارك في تاني مباراة لي على التوالي مع أرسنال في او كبداية، يعني هو بدأ المباراة دي كتاني مباراة لي يبدأها، اخذ الفرصة التانية، المباراة أرسنال بيفوز. لكن دور النني التكتيكي يمكن معانا صورة بتبين ان محمد النني لما لعب الضراحة للاتنين لعيبة اللي موجودين في نص الملعب. محمد النني ممكن الكثير مننا ما يكونش مقدر دوره كلاعب نص ملعب او جندي مجهول بمعنى اصح، لكن زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا بنتكلم على محمد النني هو اللاعب اللي في النص، اللاعب الثابت على طول في كل الاوقات، ومدي راحه بشكل كبير جدا لكل اللعيبه اللي موجودين في نص الملعب، فبالتالي فرص ارسنال الهجوميه بتكون اكتر. قبل كده لما النني ما كانش بيشارك ما كانش فيه اللاعب اللي في نص الملعب اللي بيعمل عمليه او دور الليبرو اللي طبعا او بنسميها في لغه الكوره اللاعب القشاش اللي بيروح يغطي مكان اي لاعب بيهاجم، سواء باك رايت سواء باك ليفت سواء اتنين موجودين في نص الملعب. ادى تشاكا حريه في الهجوم وادى اكتر من لاعب موجود في نص الملعب الحريه ان هو يكون يهاجم براحته، عارف ان هو لما بيهاجم النني بيكون مغطي وموجود في الميعاد. كمان الكرات الطويله اللي بيلعبها ثرو باسز اللي بتوفر وقت طويل جدا، وطبعا يعني التحركات دي كمان هنتكلم عليها بشكل اكبر بكتير في مباراه تشيلسي اللي هنتكلم عليها في بطوله الكاس. لكن نتكلم على رحيل أليكسيس سانشيز. زي ما احنا قلنا لما أليكسيس سانشيز انتقل لمانشستر يونايتد انا شايف ان ارسن فينجر طلع اتكلم وقال على تصريح مهم جدا، قال فيه ان بعد رحيل سانشيز احنا بدانا نلعب بخطتنا، بدانا نلعب بطريقه لعبنا. لكن الغريب في موضوع أليكسيس سانشيز وموضوع طريف جدا ان سانشيز كل ما ينتقل من فريق لفريق يطلع ويتكلم ويقول انا كان نفسي او كان حلمي من صغري ان انا العب في النادي ده. ضمن صوره طبعا في البدايه مع نادي برشلونه لما اتكلم وقال ان انا حلمي من الصغر اللعب في برشلونه، دي كانت بدايه أليكسيس سانشيز لما انتقل لنادي برشلونه. طبعا هي مكتوبه بالاسبانيه لكن هي فيما معناه ان طبعا حلمي ان هو ينتقل من كان طبعا في اودينيزي وانتقل طبعا لبرشلونه وقال ان انا حلمي من الصغر اني انتقل لبرشلونه. بعد كده انتقل لفريق ارسنال وطلع بنفس التصريح على قناه النادي وقال ان انا حلمي ان انا العب في نادي ارسنال. دي يمكن بعض المواقع التواصل الاجتماعي اخذت الموضوع بشكل طريف جدا ان هو من كل ما ينتقل لنادي يقول نفس الجمله، يقول نفس البق اللي بيقوله لما بينتقل من نادي لنادي. وطبعا اخيرا لما انتقل لمانشستر يونايتد وقال ان هو حلمه ان هو كان يلعب في نادي كبير زي مانشستر يونايتد. مفيش اختلاف ومفيش شك ان الثلاث انديه اللي أليكسيس سانشيز انتقل ليهم انديه يعني كبار جدا، انديه على اعلى مستوى. لكن ما ينفعش يا سانشيز ان انت كل ما تنتقل لنادي تقول انا حلمي ان انا ابقى موجود في النادي الفلاني. لكن خلينا نرجع تاني ونقول ان مختريان وكلام جوزيه مورينيو اللي عجبني بشكل كبير، يعني مختريان مفيش شك ان هو انتقل من فريق مانشستر لفريق ارسنال، لكن مورينيو عجبني جدا لما اتكلم وقال ان مختريان لاعب جيد جدا ولاعب ممتاز لكن الظروف الحاليه هي اللي ما ادتهوش الفرصه. وانا يعني متنبئ له ب يعني مش هقول مش بمستقبل بمستوى طيب جدا مع ارسنال، وهيبقى اضافه كبيره جدا. اعتقد ان مسعود اوزيل لو تم تعاقد او تجديد تعاقده مع فريق ارسنال ووجود الكسندر لاكازيت مع هنريك مختريان مع الصفقه اللي هنتكلم عليها لو تمت اللي هي طبعا هنريك اوبينيانج، اعتقد ان دي هتبقى يعني اربع لاعبين مهمين جدا جدا في صفوف ارسنال. نتكلم على اوبينيانج والتقارير اللي بتقول ان اوبينيانج قريب او بات قريبا جدا لانتقاله لفريق ارسنال مقابل 60 مليون يورو لنادي بروسيا دورتموند. لكن دلوقتي في كلام على ان الصفقه هل هيتم قفلها حاليا في يناير واللاعب ينتقل بدايه من الموسم الانتقالات الشتوي الحالي، ولا هيصبروا لحد نهايه الموسم وينتقل اللاعب لصفوف فريق ارسنال. ده اللي احنا عايزين نعرفه. لكن ايه بقى شروط وطلبات فريق بروسيا بجانب 60 مليون يورو؟ هم عايزين طبعا اوليفر جيرو المهاجم الفرنسي لاعب فريق ارسنال ان هو ينتقل مقابل 60 مليون يورو زائد اللاعب دي في صفقه تبادليه. لسه الارسنال بيفكر وبيشوف.
كمان في نفس الوقت ان بعض التقارير قالت ان فريق بروسيا قفل باب المفاوضات حاليا عشان خاطر لبطء فريق ارسنال في المفاوضات، واخدين وقت كبير جدا زي ما احنا عارفين ان ارسن فينجر هل هتكون نهايه فعلا ولايته مع ارسنال هذا الموسم او بنهايه الموسم الحالي. ويمكن اكتر من اسم سمعنا ان هم ممكن يتولوا القياده الفنيه، بنتكلم مثلا زي اليجري مدرب اليوفنتوس، بنتكلم على انشيلوتي، بنتكلم على الاسمين دول. ممكن لو رحل ارسن فينجر عن ارسنال اثنين من الاسمين دول هيتولوا القياده الفنيه. بكده يكون خلصنا مباراه ارسنال وكريستال بالاس، واتكلمنا على اهم الاخبار واهم الاحداث اللي مرتبطه بفريق ارسنال وبنجمنا المصري محمد النني. نروح معانا مباراه ليفربول وسوانزي سيتي، واللي انتهت بخساره فريق ليفربول 1-0 من سوانزي. طبعا المباراه مقامه في ويلز، سوانزي سيتي طبعا فريق ويلزي لكن بيشارك في الدوري الانجليزي. لكن طبعا اهم ما جاء في المباراه هو غياب محمد صلاح عن التهديف، وقف رصيد اهدافه على 18 هدف. لكن يعني طبعا سوانزي سيتي وليه بيشارك في الدوري الانجليزي بالرغم من انه نادي ويلزي. طبعا في البدايه قبل ما الدوري الويلزي يكون موجود فريق سوان سيتي كان موجود، فبالتالي تم اشراكه في الدوري الانجليزي وتم اعفائه من المشاركه في الدوري الويلزي. لكن الغريب برضو ايضا في المباراه ان الهدف اللي جه لفريق سوانزي هو عن طريق طبعا فان دايك المدافع الهولندي، ويعتبر اغلى مدافع في العالم. يمكن انا جه عن طريقه ازاي؟ كره اتلعبت ضربه ثابته، حاول ان هو يشتتها لكن كان في غلط في التمركز او كان في عدم تمركز صحيح من مدافعي فريق ليفربول، وبالتالي ما عرفش يشتتها بالشكل المثالي زي ما حضراتكم شايفين. لعبها واطيه، فيدوبك لاعب سوانزي سيتي صلحها للاعب اللي قدر ان هو يحرز الهدف. طبعا موسم في الدقيقه 40 قبل نهايه الشوط الاول بخمس دقائق، وبالتالي لما بيجيب طبعا الفرق الكبير او الفرق الصغيره اللي بتلعب على ملعبها، وخصوصا ان فريق سوان سيتي كان او هو لسه اخير الدوري الانجليزي، لما بيجيب هدف اعتقد من الصعب جدا ان الفرق الكبيره تعوض الا اذا حصل تغير فني كبير في سيناريو المباراه. هنتكلم على طبعا مشكله يورجن كلوب. يعني يورجن كلوب ناس كتير بتتكلم وبتقول ايه الفرق ما بينه وما بينه روجرز لو احنا بنتكلم على قياده فنيه من مدرب مميز جدا. اي نعم ان هو فاز في المباراه الاخيره على مانشستر سيتي وده متصدر البطوله، لكن بيخسر من طبعا اخير الدوري وبيكسب اول الدوري. اعتقد ان كل جماهير ومحب فريق ليفربول مش قابلين بالوضع. ليه مش قابلين بالوضع؟ المباراه دي كانت لو كان ليفربول كسب المباراه كان بقى عنده 50 نقطه، كان هيتساوى مع فريق تشيلسي، وبالتالي فرصه الكبيره جدا ان هو يتقدم في مراكز متقدمه كانت هتبقى كبيره. لكن خسارته بتحرمه من حصول على 3 نقاط، وفي نفس الوقت اللي احنا اتكلمنا الناس بدات تقارن ما بين روجرز وبين كلوب، ايه الفرق ما بينهم؟ طب ليه ليفربول مشى روجرز وجاب يورجن كلوب ما دام لسه ما فيش النتائج اللي هي ما فيش النتائج اللي تخلينا نقول ان يورجن كلوب عمل الفارق؟ هنتكلم على يمكن صفقتين ليفربول بيحاول ان هو يخلصهم. بنتكلم على طبعا ليمار لاعب موناكو ولاعب مميز جدا بيلعب في اكتر من مركز، والخلاف على ان المبلغ اللي موناكو طالبه حوالي 60 مليون ومبلغ يمكن كبير جدا، وده اللي مخلي يورجن كلوب موقف المفاوضات. لكن انا شايف ان يورجن كلوب مش بس كان ان هو يتعاقد مع فان دايك، لا هو محتاج بعض المراكز اللي تقدر تديله الطريقه التكتيكيه اللي هو عايزها داخل الملعب. نتكلم على نابي كيتا ولاعب لايبزيج، واللي كان فيه كلام ان هو خلاص هو اوريدي انتقل لفريق ليفربول لكن بدايه من الموسم المقبل. هل نابي كيتا ليفربول هيقدر ان هو يخلصه في الموسم الحالي؟ اعتقد بنسبه 70-80% صعب جدا ان فريق لايبزيج يوافق على رحيل نابي كيتا. محمد صلاح زي ما احنا قلنا اخيرا 18 هدف، اكتر لاعب مشارك في الدوريات طبعا، يعني اكتر لاعب مشارك في اهداف سواء مسجل 18 هدف او سبب في صناعه 6 اهداف، فبالتالي محمد صلاح بيحطم ارقام قياسيه. طبعا المتصدر دوري الهدافين او متصدر ترتيب هداف الدوري الانجليزي هو هاري كين ب 21 هدف. كده نكون خلصنا ليفربول، وبعديها نروح ل نيوكاسل وبنتكلم على المتصدر، يبقى بنتكلم على كره جميله مع بيب جوارديولا وفوز مانشستر سيتي 3-1 على نيوكاسل. 3-1 مباراه كانت قويه جدا، نيوكاسل
طبعا ما قدرش يقف امام الاعصار طبعا السيتيزناوي لمانشستر سيتي. سيرجيو اجويرو بيتالق وبيتعملق وبيجيب ثلاث اهداف عشان يبقى هاتريك، هدف في الدقيقه 34، بعديها هدف في الدقيقه 63، واخيرا في الدقيقه 83. لكن طبعا والنتيجه 2-0، نيوكاسل جاب هدف في الدقيقه 67، لكن قبل نهايه المباراه بيقضي على احلام وامال نيوكاسل سيرجيو اجويرو. على فكره انا شايف ان سيرجيو اجويرو بيرد على كتير جدا من منتقدي هذا الموسم، طبعا جاله بعض الاصابات اللي عطلته، لكن ما فيش شك ان الموسم الحالي سيرجيو اجويرو قدر ان هو يكون الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي في الدوري، وفي نفس الوقت بيكون سبب من اسباب كتيره جدا ان هو يكون مفتاح فوز مهم جدا. طبعا الدوري الانجليزي الموسم الحالي فيه اهداف رائعه، لو هنبص ونتكلم هنتكلم على واحد من اهم محاور وادوار فريق مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، هو طبعا ليروي ساني. يعني بيرقص واحد والتاني، وكمان يعني بيعمل طبعا بيكون سبب في احراز اهداف، وبيكون سبب في صناعه بعض الاهداف، وشفناه في هدف مهم جدا لفريق مانشستر سيتي علشان مان سيتي يفوز 3-1. سيرجيو اجويرو هاتريك، مفيش شك انه واحد من النجوم الارجنتينيه المهمه جدا في الملاعب الاوروبيه والملاعب الانجليزيه. سيرجيو اجويرو سمعنا بعض التقارير ان في او بيب جوارديولا بيفكر ان هو يعمل صفقه تبادليه ما بين طبعا انطونيو جريزمان اللاعب اتلتيكو مدريد اللاعب الفرنسي وسيرجيو اجويرو بصفقه تبادليه في الصيف القادم، وهنتكلم على طبعا انطونيو جريزمان وممكن ينتقل لفين، او ايه الكلام اللي احنا ممكن نشوف، او يعني النادي اللي ممكن يعني يحظى بخدمات انطونيو جريزمان الموسم القادم. لكن سيرجيو اجويرو ما اعتقدش ان هو هيتم التفريط فيه، لكن احنا بنقول بعض التقارير بتقول ان سيرجيو اجويرو هينتقل في صفقه تبادليه مع فريق اتلتيكو مدريد مقابل انطونيو جريزمان. نتكلم طبعا زي ما احنا قلنا على دور ليروي ساني في صناعه الاهداف، وايضا هنتكلم على كيفن دي بروين. يمكن الاسمين دول كيفن دي بروين وليروي ساني من الاسمين اللي انا شايف ان مش واخدين حقهم اعلاميا، ممكن نقول ان في ناس يعني متابعه اخبارهم، لكن دايما النجوم او الجنود المجهوله اللي تبقى موجوده في نص الملعب او بتصنع اهداف بالشكل اللي احنا شفناه امام حضراتكم مش بيكونوا واخدين حقهم. يعني كيفن دي بروين بيجدد عقده مع فريق مانشستر سيتي والراتب بتاعه بيرتفع الى 250 الف باوند في الاسبوع. انا شايف ان ده رقم لو مقارنة بأليكسيس سانشيز اللي انتقل لفريق مانشستر يونايتد هنلاقي ان هو بياخد 400 ألف. يعني احنا بنتكلم على واحد هو واحد من المحاور اللي موجودين في فريق مانشستر سيتي، واحد بيبقى موجود بصفة أساسية، ولما بيغيب ولما بيتصاب أعتقد مستوى وأداء مانشستر سيتي بيتأثر بشكل كبير. لكن أعتقد إن بيب جوارديولا كان نفسه إن هو ياخد الدوري بدون أي هزيمة طبعًا عشان يحقق ما حققه أرسن فينجر في سنة من السنين، إن هو أخد الدوري الإنجليزي بدون أي هزيمة، لكن خسارة ليفربول هي دي اللي طبعًا لخبطت حسابات بيب جوارديولا. لسه مانشستر سيتي متصدر الدوري، لكن الغريب إن الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي عندنا يعني شايفين ان الدوري محسوم. يعني احنا لما نيجي نبص هنلاقي مانشستر سيتي فارق بكذا نقاط عن اقرب منافسيه هو المان يونايتد، وانا شايف من وجهه نظري ان الدوري الانجليزي حسم فيها المقدمه لمانشستر سيتي، يبقى باقي المراكز وكمان صراع الهبوط، عندنا اكتر من فريق بيصارع على الهبوط. لكن احنا كنا متعودين ان كل سنه الدوري الانجليزي بيتم حسمه في اخر اسبوعين او ثلاث اسابيع او اربعه بالكثير، لكن الموسم الحالي بيب جوارديولا بيقلب كل الموازين. نروح لمباراة تشيلسي وبرايتون واللي انتهت بأربع أهداف مقابل لا شيء، أو أربع أهداف مقابل لا شيء لتشيلسي. مظبوط، تشيلسي يمكن قدم كرة جميلة جدا في المباراة الحالية، هازارد عمل مباراة رائعة، ده الهدف الأول. يمكن الهدف الأول لما نيجي نشوفه في الإعادة واتكلمنا عليه قبل كده هنا في استاد الأهلي، قلنا ان في تمركز خاطئ من لاعبي فريق برايتون. اولا هازارد بيستلم الكوره بشكل يعني لوحده، هنا الهدف ده هنتفرج عليه تاني في الاعاده، ده هدف ويليام في الدقيقه 6، هدف رائع جدا، اعتقد ان هو هينافس كافضل هدف في شهر يناير، وممكن ينافس بشكل كبير جدا في جائزه بوشكش لافضل هدف في 2018. نبص اولا كله من لمسه واحده، يعني باتشواي لهازارد لويليان وكمان كله من لمسه واحده، فيمكن عجبني جدا كمان الهدف الثالث اللي هازارد جابه في
الشوط الثاني بيعدي من الاول بيعدي من الثاني. طبعا في تراجع كبير جدا من برايتون، هدف يمكن هدف كوميدي جدا لكن في ذكاء من ايدن هازارد، وكمان هو بيضحك بعد احرازه للهدف، دليل طبعا ان كل مدافعي فريق برايتون خايفين منه ان هو يعدي من حد يعني بشكل ممكن يقلل منه كمدافع. ففي نفس الوقت كله فضل يرجع لورا، وفي نفس الوقت كله بدا ان هو يوسع له ويدي له مساحه، وكمان لعبها على الرجل الثابته لحارس المرمى. طبعا ده هدف الاخير، هدف موزيز اللي بيجيبه في الدقيقه 89، فيكتور موزيز لاعب النيجيري طبعا. لكن تشيلسي انا شايف ان هو بعد الاربع اهداف دول يعني كونتي لبعض الشيء بينجح ان هو ياخد اللي هو عايزه من المباراه، هو 3 نقاط. تشيلسي بيصارع، احنا قلنا زي ما احنا قلنا ان تشيلسي عنده 50 نقطه. خساره ليفربول من سوانزي اكيد اديته يعني نوع من ان هو يبقى بعيد عن ليفربول ب3 نقاط، لكن لو كان ليفربول فاز كان هيتساوى معاه في عدد النقاط. لكن هنتكلم على تشيلسي في 3 نقاط او نقطتين. هنتكلم في مشكله تراجع مستوى تشيلسي، ان هو في بعض المباريات بيكون مستواه عالي جدا زي مباراه برايتون البيون، بيكون فايز ب4 اهداف ومؤدي شكل رائع جدا، وفي بعض المباريات الثانيه بنلاقيه ان هو مستواه متواضع. طيب احنا زي ما احنا عارفين ان دايما بيكون في اداره، من طبعا اداره النادي موجوده من بره، وفي نفس الوقت في اداره فنيه. احنا عندنا مشكله ما بين انطونيو كونتي واداره فريق تشيلسي، بيبقى في بعض التخبطات، في حتى التعاقدات، بنسمع اسامي كثيره جدا ممكن تشيلسي عايز ان هو يتعاقد عليها لكن بتفشل. بنتكلم على اخر حاجه اللي لسه ابديتد بيها في خلال ال 48 ساعه الاخيره، هم عايزين او تشيلسي عايز يتعاقد مع جيكو طبعا نجم روما وواحد من الهدافين اللي انا شايف ان هم ليهم خبره في الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي قبل كده، ودلوقتي مع فريق روما. لسه لحد دلوقتي الصفقه لم تغلق بعد، ولسه في كلام ان فريق تشيلسي تراجع عن الصفقه، او روما اللي هو تراجع. وفي نفس الوقت تشيلسي لما بيتكلم على لاعب بنلاقي نادي تاني خطفه. بنتكلم على في بدايه الموسم على لوكاكو كان من ضمن اولويات انطونيو كونتي في هجوم فريق تشيلسي، بعد كده لما تفاجأ ان فريق مانشستر يونايتد بيخطف لوكاكو من فريق ايفرتون ومن فريق تشيلسي بشكل غريب جدا. كان في بعض الاستياء اللي بنتكلم عليه ما بين انطونيو كونتي واداره تشيلسي، وهو اتكلم وقال ان انا هيبقى اخر موسم ليا الموسم الحالي، او بعض التقارير او بعض الصحف الانجليزيه زي ديلي ميل اتكلمت وقالت ان انطونيو كونتي هيخلص الموسم ده وهيرحل عن صفوف تشيلسي. انطونيو كونتي راجل يمكن جد جدا في شغله، ما بيهزرش، عنده بلان او عنده خريطه بيكون ماشي عليها، فلو ما تمش طلباته او ما تمش تنفيذ طلباته مش هيكون موجود مع فريق تشيلسي. ما ننساش ان فريق تشيلسي هو حامل لقب بطوله الدوري النسخه الاخيره. فانا شايف كمان ان اداء كونتي مع تشيلسي مفيش راحه ومش راكبين على بعض. فطبعا دي حاجه بنتمنى ان احنا يعود الاستقرار لفريق تشيلسي، عشان احنا كمشاهدين نستمتع باداء، ويكون في اكتر من فريق بينافس مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي. ناخد اخر مباراه موجوده معانا في الدوري الانجليزي، مباراه بيرنلي ومانشستر يونايتد. مان يونايتد دي المباراه لسه كان قبل ما يتعاقدوا مع فريق أليكسيس سانشيز، ومباراه انتهت، يمكن مباراه كانت فقيره فنيا، انتهت بهدف واحد مقابل لا شيء. الهدف طبعا في الدقيقه 54 عن طريق انطونيو مارسيال. انطونيو مارسيال ده يمكن ثالث مباراه ليه على التوالي يجيب اهداف مع مانشستر يونايتد، في نفس الوقت بص الرصيد اهدافه الحالي مع فريق مانشستر ليه 11 هدف. المباراة كانت فقيرة فنيا، لكن مورينيو اخذ اللي هو عايزه من المباراة باقل مجهود. في نفس الوقت اللي احنا عايزين نتكلم قبل ما نروح ونتكلم على صفقة سانشيز، عايزين نتكلم عليها فنيا. هل سانشيز لفريق مانشستر يونايتد هيمنع من وجود بعض اللاعبين الشباب؟ هل مش هنلاقي راشفورد موجود بعد كده؟ هل لينجارد بعد تألقه، وطبعا واحد من نجوم مانشستر اللي بيشاركوا في حصود نقاط فريق مانشستر سواء بصناعه الاهداف او باحراز الاهداف، هل مارتشيال اللي شفناه دلوقتي بيجيب هدف هل مش هنلاقيه؟ هل تعاقد أليكسيس سانشيز عن 29 سنه يعني ماشي في 30 سنه، هل مورينيو هيعرف يوظفه بشكل جيد؟ احنا في ماتش ارسنال قلنا ايه؟ قلنا ان تصريح ارسن فينجر قال ان احنا بعد رحيل سانشيز هنقدر نلعب الكوره بتاعتنا. فهل أرسن فينجر كان مجبر يلعب بطريقة معينة لإرضاء أليكسيس سانشيز أو لتوظيف بعض القدرات الفنية لأليكسيس سانشيز؟ ده اللي احنا هنشوفه. لكن طبعا هنروح مع حضراتكم
نشوف بعد ما تعاقد فريق مانشستر يونايتد مع أليكسيس سانشيز. يعني الناس دي محترفة جدا، الناس دي شاطرة جدا، بيعرفوا يقدموا الصفقة بشكل رائع جدا. فبالتالي هنروح يعني، طب قبل ما نروح للفيديو أقول خبر سريعا جدا، إن مورينيو تم تمديد وتجديد عقده مع فريق مانشستر يونايتد لسنتين كمان، وده دليل طبعا كلامي على ان اداره مانشستر عايزه استقرار فني اكبر، عايزه مورينيو يبني فريق. يمكن كان معانا، لو معانا الصوره اللي طبعا يمكن كانت امبارح بتعاقد او تمديد تعاقد مورينيو مع مانشستر يونايتد لمده سنتين كمان. طبعا دي الصوره، مورينيو بيتعاقد، طبعا مورينيو في قمه سعادته ان هو موجود، ان هو هيعرف يبني فريق، ان هو كمان ما فيش ضغط عليه من اداره مانشستر ان هو يحقق، يعني هو طبعا لازم يحقق بالفلوس والملايين اللي هو عمال يصرف بيها دي، لازم يحقق. لكن في نفس الوقت إدارة مانشستر متفهمة ان هي لازم تبني فريق علشان تعود فترة سير أليكس فيكسون. هنروح دلوقتي لأليكسيس سانشيز واتكلمنا فيه ازاي ان هو تقدم، وبعديها هنروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم للدوريات الأوروبية. طبعا شفنا ازاي فريق مانشستر قدم أليكسيس سانشيز، صفقه هم طبعا بيعتبروها واحده من انجح الصفقات اللي موجوده في الميركاتو الشتوي. أليكسيس سانشيز ليه هم يعني قتلوا من عليه، او ليه هم حبوا ان هم يتعاقدوا معاه في الوقت الحالي؟ مانشستر بيشارك في بطوله دوري ابطال اوروبا، وبالتالي ارسنال مش بيشارك، فمن حق فريق مانشستر ان هو يؤيد أليكسيس سانشيز ضمن فريقه في دوري الابطال. فريق مانشستر بيشارك في دوري او في دور 16 من دوري ابطال اوروبا، ومن ضمن طبعا اهداف مورينيو ان هو يحصل على البطوله في ظل طبعا وجود بعض الانديه القويه جدا اللي هنتكلم عليها. لكن بكده يكون خلصنا كل ما يخص الدوري الانجليزي. نطلع لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم لاستكمالا لبطولات والدوريات العالميه.
رجعنا لحضراتكم من جديد وورلد سوكر، بنتكلم على الكرة العالمية وكل الأخبار وكل الكواليس اللي موجودة. هنروح الدوري الأسباني. طبعا الدوري الأسباني يعني المتعة، يعني الإثارة، يعني رونالدو، يعني ميسي، يعني الأرقام، يعني الإحصائيات، يعني طبعا يعني مبالغ كبيرة جدا بتدفع من خلال الصفقات اللي بتروح لريال مدريد وبرشلونة. بنتكلم على أهم النجوم اللي في العالم حلمهم إن هم يبقوا موجودين في الناديين دول. بنتكلم على كمان على محمد صلاح وانتقاله لريال مدريد، طبعا يمكن أكبر ناديين من وجهة نظري موجودين في أوروبا حاليا في الوقت الحالي، وهو حلم، أو هو طبعا الناديين دول بيكونوا حلم كبير جدا لأي لاعب موجود. ونتكلم طبعا في البداية على مباراة برشلونة وريال بيتيس وفوز برشلونة 5-0 على ريال بيتيس. برشلونة بعد ما تعثر في مباراة الذهاب اللي اتلعبت امام اسبانيول وخسر فيها 1-0، برشلونة بيكسب 5-0. يمكن برشلونة نجح ان هو يجيب 5 اهداف كلها في الشوط الثاني. يمكن برشلونة اول شوط اول كان، او في بداية الشوط الاول ما كانش عارف يجيب اي اهداف. بعديها اول 10 دقائق او اول ربع ساعه ايفان راكيتيتش بينجح ان هو يفك التكتل الدفاعي لفريق ريال بيتيس. وبعديها طبعا كالعاده يعني ليونيل ميسي بيجيب الهدف الثاني، والهدف يمكن الهدف رقم 18 ليه في بطوله الدوري، علشان خاطر يجيب هدفين بعديها في ب4 دقائق. لا طبعا هي كان فيها، يمكن هنا الزاويه دي بتبين لنا ان الكوره ما فيش فيها اي حاجه او ما فيش فيها اي تسلل. هو طبعا التسلل اللي كان سواريز، لكن ميسي ما كانش متسلل. طبعا زي ميسي بيعمل كل اللي هو عايزه في دفاعات ريال بيتيس. كمان كوره يمكن فيها نقله او 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 هدف جاي من تصرف سليم جدا لميسي، لعبها لبره لايفان راكيتيتش على اليمين. ايفان راكيتيتش لعبها يمكن بالمقاس للويس سواريز عشان يجيب الهدف بعديها ب3 دقائق في الدقيقه 69. بعديها ميسي بيرد بهدف في الدقيقه 80، واخيرا لويس سواريز بيجيب هدف الخامس. ده الهدف الثاني طبعا لميسي، بيرفع رصيده ب 19 هدف. واخيرا لويس سواريز بينجح ان هو يجيب الهدف الخامس لفريق برشلونه والثاني ليه في المباراه، علشان لويس سواريز بينجح ان هو يجيب 13 هدف. طبعا هو ثاني هدافي الدوري الاسباني بعد ميسي. لكن ما فيش شك ان هم طبعا المباراه دي كانت لسه كوتينيو ما كانش موجود، فهنتكلم على دور كوتينيو، هنتكلم ازاي كوتينيو هيبقى موجود مع فريق برشلونه وازاي هيكون دوره الفني هياثر مع فريق برشلونه. اولا فريق برشلونه زي ما حضراتكم عارفين كسب 5 اهداف. فالفيردي قدر ان هو يعمل معادله صعبه جدا جدا مع فريق برشلونه، ان هو في اخر 10 سنين قدر يفك عقده في ملعب اسمه الانويتا. ده ملعب ريال سوسيداد. ريال سوسيداد من 10 سنين من سنه 97 98 بيكسب برشلونه في ملعبه، وبالتالي فشل كل المدربين سواء فرانك رايكارد او بنتكلم على بيب جوارديولا او بنتكلم على لويس انريكي في ان هم ازاي يكسبوا الفريق ده على ملعبه. فالفيردي لما جه في بدايه الموسم خسر مباراتين، او هو طبعا هي بطوله واحده، هي بطوله السوبر، لكن فيها مباراتين، مباراه ذهاب ومباراه عود. الناس انتقدته بشكل كبير جدا وقالت ان ده مدرب فاشل، ان ده مدرب مش هيضيف الجديد، والناس خايفه كمان برحيل نيمار ان مستوى برشلونه يفضل متدني، وان الناس او مش الناس، بنتكلم على الصحافه، بنتكلم على سبورت، بنتكلم على الماركا، بنتكلم على ابرز الصحف اللي موجوده في اسبانيا، ان هم قالوا ان فريق برشلونه هيبتعد بعض الشيء عن منصات التتويج في الموسم الحالي، والسبب ان رحيل نيمار وما تعاقدوش مع حد. يمكن تعاقدوا مع عثمان ديمبلي، وعثمان ديمبلي يمكن كان مصاب وبعد 4 شهور. فالفيردي عالج مشكله الدفاع، وبرشلونه يمكن من اقل الفرق اللي موجوده في اوروبا في الدوري الاسباني دخل فيها اهداف. فالفيردي نجح ان هو ما يخسرش. يمكن اول هزيمه في الموسم الحالي كانت في مباراه الذهاب امام اسبانيول وخسر فيها 1-0، كمان كان بيلعب بيه الصف الثاني، معظمه كان الصف الثاني. فالفيردي قدر يتعاقد مع ياري مينا، اللاعب طبعا الكولومبي المنتقل من فريق بالميراس البرازيلي، وده يمكن خامس اطول لاعب في الدوري الاسباني الحالي. لاعب عنده 100 او طوله 195 سنتي، لاعب عنده 24 سنه، كمان هيلعب مع كولومبيا في كاس العالم، وكمان يقدر ان هو يقيد مع فريق برشلونه في دوري ابطال اوروبا. وبالتالي انا شايف ان هي صفقه مفيده جدا لفريق برشلونه. بنتكلم على كوتينيو، بنتكلم على تجهيزه ومشاركته مع فريق برشلونه قد ايه ان هي هتريح ميسي بشكل كبير. يمكن ميسي دلوقتي حاليا هو بيبقى موجود بيعمل دور البلاي ميكر
بشكل كبير، ممكن نلاقي كمان ميسي موجود على الاطراف. ميسي في الطبيعي لما كان نيمار موجود بيبقى فيه حريه، يعني حريه في الملعب لميسي كبيره جدا، لكن بوجود كوتينيو دلوقتي او لما نيمار مشي، ميسي بقى مقيد في بعض المراكز او في بعض السبوتات اللي موجوده في الملعب. ميسي دخل على 31 سنه، فبالتالي لازم مع كبر سنه يقلل المجهود الدفاعي والمجهود اللي فيه جري في الملعب كتير، عشان فالفيردي يستفيد فيه او يستفيد منه في الانتقال من الدفاع للهجوم مع فريق برشلونه. فبالتالي كوتينيو هيبقى موجود او هيحل في الدور اللي المفروض يبقى موجود فيه ميسي حاليا اللي هو نيمار قبل كده، علشان خاطر ميسي ياخد حريه اكبر بكتير، وده هيساعد فريق برشلونه. لكن مفيش شك ان برشلونه بيقدم موسم رائع جدا، عنده انا شايف ان هو حسم بطوله الدوري، الكاس بعد خروج فريق ريال مدريد، وهنتكلم على بطوله الكاس بعد خروج ريال مدريد امام ليجاناس، وهنتكلم على المفاجاه الكبيره جدا دي، ان برشلونه ايضا بات قريبا من حسم بطوله الكاس، بقى مفيش اي منافس، يمكن كمان اتلتيكو مدريد خرج، مفيش غير فالنسيا، مفيش غير اشبيليه، ما عندوش غير الشامبيونز ليج. فممكن دلوقتي هنلاقي ان طبعا مباراة فريق برشلونة القادمة في الشامبيونز ليج هي مباراة قوية جدا أمام تشيلسي، فنشوف طبعا من هنا لحد طبعا حلقات كتيرة جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم، هنتكلم فيها على كل حاجة، لكن من هنا لحد مباراة الشامبيونز ليج هنتكلم في الأسبوع القادم على بالتفصيل على برشلونة وعلى كوتينيو وعلى أدائه. نروح لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو لا كورونيا، وطبعا الفريقين بيردوا على بعض، ريال مدريد يمكن برشلونة كسب 5، ديبورتيفو لا كورونيا وريال مدريد، ريال مدريد كسب 7-1 في مباراة شهدت طبعا أهداف كتيرة جدا، بنتكلم غياب بنزيما، لكن أبرز اللي حصل في المباراة هي عودة كريستيانو رونالدو وجاريث بيل للتهديف. ريال مدريد بعد ما كان متأخر في دقيقة 23 هدف لديبورتيفو لا كورونيا، يعني الحمد لله فريق ريال مدريد بيعود ان هو بيقدر ان هو يعوض قبل ما الشوط الاول ينتهي، مش بس يعوض لا ده يجيب كمان هدف التقدم. احنا ليه بنقول الحمد لله ان هو عاد؟ عشان مهم جدا وجود ريال مدريد في الدوري الاسباني، وان هو ينافس بقوه وبشراسه مع فريق برشلونه، زي ما احنا قلنا في فرق نقاط كبيره جدا، لكن وجود ريال مدريد في المنافسه وفي الصوره العامه للدوري الاسباني، اعتقد ان دي حاجه يمكن مهمه جدا 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 لفريق ريال مدريد. طبعا واحنا بنتكلم على الدوري الاسباني وبنتكلم على برشلونه وريال مدريد، معانا واحد من اهم المحللين الفنيين وبالاخص الدوريات الاوروبيه، كابتن تامر بدوي اللي انا بعتز بيه جدا وبعتز بصداقته، وشرفني ان هو يكون معايا على التليفون عشان نتكلم على اخر الاحداث اللي موجوده في الساحه الاوروبيه. تامر مرحب بيك. طيب الاتصال اتقطع، هنعود من جديد لتامر بدوي، نكمل ريال مدريد ونقول ان طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا بنستعرض الاهداف، قلنا جاريث بيل يمكن بالترتيب، ناتشو جاب هدف اول في الدقيقه 32، جاريث بيل بيعود للتهديف في الدقيقه 42 وفي الدقيقه 58، والشوط الاول بينتهي 2-1 لفريق ريال مدريد، عشان يعود الشوط الثاني جاريث بيل ايضا في الدقيقه 58 بيجيب الهدف الثالث، وبعديها لوكا مودريتش في الدقيقه 68، ورونالدو بيجيب هدفين ورا بعض في الدقيقه 78 والدقيقه 84. رونالدو هنتكلم على اصابته، يمكن اتصاب اصابه بالغه، ممكن يكون بعض الناس مستصغرينها، لكن كانت في منطقه حساسه هي المنطقه اللي تحت العين، فبالتالي من اضعف المناطق اللي موجوده في وش لاعب كره القدم او في وش البني ادم الطبيعي. وطبعا ناتشو بيعود من جديد علشان يختتم اهداف فريق ريال مدريد، والمباراه بتنتهي 7-1. هنتكلم بالتفصيل، هنتكلم ونشوف ازاي رونالدو اتصاب، وهنروح من داخل غرفة فريق ريال مدريد علشان نشوف ازاي تمت معالجة فريق او ازاي تمت معالجة رونالدو، لكن ما فيش شك ان احنا عايزين نتكلم برضو على زيدان. هنتكلم على زيدان، هل زيدان هيرحل بنهاية الموسم؟ هل العيب في زيدان؟ هل العيب في إدارة ريال مدريد؟ هل دلوقتي لو تم التعاقد او ايه المراكز اللي ريال مدريد محتاجه عشان يتعاقد معاها عشان يبدا ان هو يعود من جديد؟ خرج من يمكن اكلينيكيا من بطوله الدوري، وبيخرج من الكاس، وبالتالي فريق ريال مدريد هنتكلم عليه ونقول ايه الصفقات، ايه اقرب الصفقات اللي احنا بنتكلم عليها، وهنقول كمان مين اللاعبين المرشحين ان هم يبقوا موجودين لخلافه ممكن نقول رونالدو، ممكن نقول ان هم يبقوا موجودين مع رونالدو. لكن بعد ما نخلص طبعا يعني الاهداف اللي قدامنا دي هنروح لفاصل بسرعه ونرجع نكمل مع حضراتكم.
كريستيانو رونالدو طبعا في المباراة نجح ان هو يجيب هدفين، لكن اتصاب اصابة بالغة. يمكن زي ما قلت بعض الناس شافت ان هي اصابة ممكن تكون هنا لكن في منطقة تحت العين، يمكن المنطقة دي بتكون ضعيفة شوية في جسم البني ادم الطبيعي، لكن هنروح طبعا ونشوف بالتفصيل او هنشوف بالكاميرا بكاميرا محدده ازاي رونالدو تم اصابته وازاي تمت معالجته. يمكن كان في لقطه يمكن هي تناولت احداث كل الصفحات السوشيال ميديا ان رونالدو بعد الحادثه بالضبط على طول او بعد ما شاف وشه بيجيب دم بدا ان هو ياخد الموبايل من طبعا من دكتور او من طبيب الفريق عشان يطمن على وشه ويشوف الاصابه البالغه وصل لحد فين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي الاصابه، وكان في بعض القلق عند جمهور ريال مدريد، بعض القلق من زين الدين زيدان. رونالدو طبعا بعديها على طول، يمكن واحنا مش متعودين ان نشوف رونالدو بيتصاب او رونالدو مش بيتصاب بالاصابات اللي هي بيطول فيها. رونالدو دايما بيبقى لاعب عنده قوه، لاعب عنده سرعه، لاعب معروف باللياقه البدنيه عاليه جدا، فنادرا لما بنشوف رونالدو متاثر باصابه. فلما نعرف ان رونالدو وقع واتصاب وان الطبيب او الفريق الطبي نزل لارض الملعب هنعرف ان هي اصابه بالغه فعلا وتحتاج لتدخل من الفريق الطبي. بعديها يعني دي الكاميرا الزاويه هنا بتبين تدخل يمكن قوي جدا من مدافع فريق ديبورتيفو لا كورونيا، ان هو دخل بشكل قوي مع رونالدو. لكن اللي انا شايفه الايجابي في هنا في الموقف ان اول حاجه رونالدو احرز هدف من الكوره، وفي نفس الوقت هو حاول وما خافش. يمكن ممكن يكون لاعب تاني يخاف وما يلعبهاش بالدقه اللي احنا شفناها من رونالدو وما يلعبهاش بنفس القوه، لكن رونالدو مش غريب عليه ان هو يعمل تصرف بطولي زي ده. زي ما حضراتكم شايفين رونالدو كان بيتم معالجته والمباراه وقفت لاكثر من 3 4 دقائق، وبالتالي رونالدو بيخرج لخارج الملعب. هيخرج طبعا دي اللقطه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، وهي ان هو طلب من طبيب الفريق ان هو يشوف اللقطه. لكن هنا مع حضراتكم ونشوف ازاي رونالدو تم معالجته من داخل غرف ملابس فريق ريال مدريد. لسه مكملين مع ريال مدريد ونتكلم ونقول زيدان ولا المشكله في الوضع الحالي والاداره اللي موجوده في طبعا قياده فلورنتينو بيريز. زيدان ممكن يمشي اخر الموسم، طبعا ممكن يمشي، لكن هل البديل اللي هيقدر ان هو يتعاقدوا بيه لخلافه زيدان هل هو ده الحل؟ انا شايف ان وجود زيدان زي تعاقد مع مدير فني جديد، بمعنى ان انا بعض المراكز اللي موجوده في ريال مدريد لو بعض التعاقدات اللي احنا لو تم ريال مدريد التعاقد معاها هتحل المشكله السنه الجايه، وريال مدريد هيعود من جديد لنادي قوي جدا هينافس بشكل قوي جدا في بطوله الدوري والكاس والتشامبيونز ليج. هنعم لسه عندهم بطوله ولسه عندهم بطوله بنفسه فيها بقوه اللي هي التشامبيونز ليج، لكن خليني اقول لحضراتكم فين المشكله. اول حاجه احنا بنتكلم فيه 4 اسامي ممكن بشكل كبير ينتقلوا لفريق ريال مدريد بدايه من الموسم القادم. نتكلم على ان في علاقه سيئه جدا او علاقه سيئه بشكل كبير ما بين كريم بنزيما وجمهور ريال مدريد، مش متقبلينه الراجل بغض النظر عن انه بيهدف وبيجيب اهداف، الا ان الجمهور شايفه ان هو تقيل يعني تقيل على الفريق. وبالتالي هنعرف اكتر، يمكن معانا مداخله من الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي هيتكلم معانا اكتر وهنكلمه اكتر على المشاكل اللي موجوده في فريق ريال مدريد. استاذ احمد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، ازيك؟ اهلا بكل الساده المشاهدين. استاذ احمد بنتكلم على ريال مدريد، هل حضرتك شايف ان رحيل زين الدين زيدان هو ده المشكله اللي ريال مدريد بيمر بيها حاليا والتعاقد مع مدير فني جديد، ولا وجود زيدان مع بعض وجود تعاقدات قوية ممكن يرجع ريال مدريد تاني لمنصات التتويج المحلية؟ في وجهة نظري أنا شايف طبعا استمرار زيدان، لا أحد ينكر أن الطفرة الكبيرة اللي عملها زين الدين زيدان خلال السنتين اللي قعد فيهم في ريال مدريد. الراجل جه في يناير 2016 فريق كان منهار جدا مع رافائيل بينيتيز، خد في نهاية موسم 2015 2016 دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي عمل ثنائية الدوري الاسباني لاول مره من 2012 ما كانش بياخدوا دوري اسباني، خد الدوري الاسباني وخد معاه الشامبيونز ليج، بالاضافه طبعا لالقاب سواء السوبر الاوروبي او كاس العالم للانديه او حتى السوبر الاسباني في بدايه الموسم. يعني بدايه الموسم يعني كسب بعرض واداء قوي جدا برشلونه، ولكن التراجع ده ليه اسباب عديده.
اول هذه الاسباب وبشكل واضح جدا طبعا الاستغناء عن جيمس رودريجيز والفارو موراتا وعدم وجود بدائل. مظبوط. اللاعبين دول تحديدا كان ليهم دور كبير جدا الموسم الماضي في عمليه الروتيشن اللي بيعملها زيدان. مظبوط. زيدان كان بيعمل روتيشن عشان كثره ضغط المباريات اللي كان اللي بيعاني منها الفريق على مدار الموسم. الموسم ده واضح جدا بعدم وجود البديل الكفء، بالاضافه طبعا ان في تراجع واضح، يعني تراجع كبير جدا في مستوى كريستيانو رونالدو، حتى ان بعض يعني بعض الناس في بعض التقارير في الصحف الاوروبيه بدات تسخر من رونالدو، بتقول ان هو من ساعه لما قال ان هو احسن لاعب في التاريخ والمستوى بقى هابط جدا، اعتقد الراجل ما جابش لغايه دلوقتي غير جونين. يعني استاذ احمد، بالنسبه لرونالدو وتراجع مستواه، هل حضرتك شايف ان هو تراجع مستواه فقط بسبب ممكن نقول بعد التصريح ده، ولا ليه علاقه بتجديد عقده او ان هو عايز يبقى زي ميسي اغلى او اعلى لاعب في العالم من حيث الراتب؟ هل حضرتك شايف ان ممكن يكون سبب من الاسباب ان رونالدو مستواه متدهور او مستواه مش هو ده رونالدو بست اهداف؟ يعني بنتكلم عن رونالدو واحد من اللعيبه المتالقين، هل حضرتك شايف ان الموضوع العقد وزياده الفلوس سبب من الاسباب؟ ده جزء بحسب التقارير الاسبانيه ان ده جزء كبير جدا. هو الراجل يعني رونالدو بيتكلم في اكثر من مناسبه وقال انا لسه اعتزل في ريال مدريد ومساله تجديد التعاقد دي في يد الاداره مش في يدي انا بس، لكن دي احد الاسباب مش كل الاسباب. انا في وجهه نظري شايف ان زين الدين زيدان لازم يغير من فكره شويه، لازم يتغير. عمليه الروتيشن دي محتاجه تكون دكه البدلاء تكون قويه، حاليا دكه البدلاء في ريال مدريد لو بصينا عليها لا، يعني اللعيبه مع ماركو اسينسو او لوكاس فاسكيز يعني ابز اند داون، المستويات مش ثابته. ومن ثم هو محتاج تدعيمات طبعا في فتره الانتقالات الصيفيه الجايه، الموسم ده بنسبه كبيره جدا الدوري الاسباني خلاص، كاس ملك اسبانيا خلاص، مواجهه باريس سان جيرمان مساله حياه او موت بالنسبه لريال مدريد، وان كانت طبعا مش هتكون سهله لان هم هيلعبوا فريق في يعني في الثلاثي الامامي بتاعه اقوى ثلاثي امامي دلوقتي اعتقد موجود في اوروبا كلها سواء نيمار او مبابي او كافاني. ولكن هو في الصيف محتاج زعيمات، وفي كلام قوي جدا على تعاقد مع مهاجم رئيسي لان كريم بنزيما. استاذ احمد انا عايز اسالك، ادي لك خمس اسامي قول لي مين فيهم ممكن يكون في ريال مدريد الموسم القادم. هاري كين، ليفاندوفسكي، ايكاردي، ايدن هازارد، محمد صلاح، مين الافيد ومين اللي ممكن يكون موجود الموسم القادم؟ من ناحيه الافيد في وجهه نظري انا شايف ان هاري كين هيبقى هاري كين وهازارد هيكونوا مفيدين جدا لريال مدريد، ده في وجهه نظري. طبعا محمد صلاح احنا بالنسبه لنا كمصريين نتمنى طبعا يكون في ريال مدريد، يعني اكبر نادي في العالم، لكن محمد صلاح ماشي بشكل خطى كويسه جدا في ليفربول، بقى هو دلوقتي يعني الرجل الاول في ليفربول. الانتقال لريال مدريد ممكن في وجهه نظري المتواضعه يعني ما يكونش، ما حبسوش على الاقل يعني يصبر شويه، لان محمد صلاح حتى الان ما بيقعدش في نادي اكتر من موسمين. تمام. يعني لو شفنا مسيرته كلها عايزين بس حاله استقرار شويه، خصوصا دلوقتي هو دلوقتي الرجل الاول في ليفربول. لكن بالنسبه للصفقات اللي في وجهه نظري لا، شايف ان هازارد وهاري كين هيكونوا تدعيمات قويه جدا لريال مدريد الصيف الجاي، خصوصا ان رونالدو كمان احنا برضه مش عايزين ننسى ان رونالدو 33 سنه. بالظبط. العامل البدني بدا لا لازم نركز في الحته دي، ان العامل البدني ممكن ياثر عليه سلبيا لو لعب كل الماتشات، وبالتالي زيدان مثلا في الماتش اللي فات بتاع الكاس ما لعبوش، لان هو مضطر يعمل عمليه الروتيشن اللي هو محتاجه مثلا في ماتشات الدوري وفي ماتشات الشامبيونز ليج. احنا مش عايزين ننسى برضه ان ريال مدريد موقفه برضه في الدوري مش كويس جدا، لان يعني هو يعني انا شايف يا استاذ احمد ان هو اكلينيكان ابتعد خلاص عن المنافسه. اكلينيكان صعب، لا المنافسه بقت صعبه جدا يعني برشلونه بنسبه كبيره جدا، يعني بنسبه في وجهه نظري بنسبه اكثر من 90% خلاص حسم اللقب نظريا وعمليا. طب هل زيدان مباراته القادمه امام باريس سان جيرمان ممكن تبقى فاصل في مشواره مع ريال مدريد؟ والله انا في وجهه نظري يعني انا للاسف هو فلورنتينو بيريز يعني راجل معروف عنه انه بيتعامل يبقى منطق ان المدرب لو ما نجحش معايا همشيه اخر الموسم، اللي حصل مع انشلوتي يعني جاب لهم اللقب العاشر في دوري ابطال اوروبا، الموسم الثاني فشل في كل البطولات مشاه. ولكن انا شايف ان لازم يتم الصبر على زيدان، على الاقل يعني يشوفوا يعني في الصيف هيعمل ايه والموسم القادم هيعمل ايه، ما يتمش الاطاحه بالرجل، لان الرجل فعلا انا زيدان عمل انجازات كبيره جدا، مش بس انجازات، زيدان دي رؤيه ملعب رؤيه كويسه، ولكن هو لازم عمليه الروتيشن اللي هو بيعتمد عليها دي لازم تحتاج دقه بدلاء قويه، وهذه حاليا غير متوفره في ريال مدريد. يمكن اسمه بيتردد بقوه للتعاقد معاه كمدرب الموسم القادم خواكيم لوف، هل انت شايف خواكيم لوف ممكن تمشي سياسته مع سياسه ريال مدريد الفنيه؟ في وجهه نظري هو طبعا خواكيم لوف بيعتمد على الكره الشامله وفي منتخب المانيا الكره اللي هي اللعب الجماعي، وان هو ما فيش اعتماد على النجم الاوحد، لكن في وجهه نظري
الموضوع مش هيبقى سهل، وما اعتقدش ان منتخب المانيا هيتفرج في واكيم لوب خالص، يعني دي ان هم خصوصا مجددوا عقده من كام شهر قريب، فهيبقى صعب الموضوع، هيبقى صعب. طيب في كلام تردد ان هو ممكن يبقى في موريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام او طبعا ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس، وان كنت برضو في وجهه نظري شايف ان زيدان هو رغم المرحله حاليا في ريال مدريد، رغم ان الموسم ده هيبقى موسم كارثي للفريق. انا متفق معاك جدا، لكن هل لو زيدان خرج هيبقى واجهته باريس سان جيرمان ولا منتخب فرنسا؟ والله انا اتمنى منتخب فرنسا بصراحه. انا لسه اشوف زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا، لان انا في وجهه نظري منتخب فرنسا حاليا اقوى منتخب في العالم يمتلك مواهب كرويه. صح مظبوط، السكواد بتاعت منتخب فرنسا سكواد قوي جدا، يعني هو ممكن ديدي ديشامب في القائمه اللي هتصدر كاس العالم ممكن يستغني عن اسماء كبيره جدا بنظر قوه السكواد، ولكن انا شايف ان ديدي ديشامب مش بحجم هذه الاسماء، انا شايف ان بالعكس زيدان هيبقى مناسب جدا يعني القايمه القويه السكواد القويه جدا اللي موجوده في منتخب فرنسا دلوقتي. طب لو خدتك لبرشلونه سريعا وقلت لك تعاقد كوتينيو مع برشلونه، شايف ان ده هيريح ميسي في الملعب؟ هيريح ميسي وده خليفه انيستا، انيستا يعني انيستا دلوقتي كبر جدا خلاص، يعني ما بيقدرش يلعب كل الماتشات دلوقتي، فبالتالي ده تعاقد ناجح جدا بصرف النظر عن قيمه الصفقه اللي انا شايفها برضو فيها مبالغه شويه، ان كان ده سوق يعني دي الاسعار حاليا سوق الانتقالات، لكن ده اضافه قويه جدا، واضافه قويه جدا لصناعه اللعب لايه سواريز تحديدا، كمان مش لميسي، احنا عارفين يعني لعبوا مع بعض الاثنين في ليفربول وكانوا قريبين جدا من منح ليفربول لقب تاريخي في البريمير ليج، يعني لولا ان الحظ في الامطار الاخيره يعني في الدوري موسم 2013 2014، فاضافه قويه طبعا بالنسبه لبرشلونه. يعني برشلونه وفالنسيا في الكاس، شايف مين اقرب؟ مين ممكن يفوز؟ نظريا برشلونه تمام الاسماء وكل حاجه والمستوى السنه دي، ولكن انا شايف ان فالنسيا مع مارسيلو السنه دي المدرب بتاعهم عاملين شغل كويس جدا، يعني الفريق الكام سنه اللي فاتوا كان بينافس على الهبوط ونتائج متذبذبه وعدم استقرار اداري في الجهاز الفني، لا الموضوع السنه دي مختلف وفي استقرار شويه، وان كان نظريا برشلونه، ولكن كل شيء طبعا وارد في كره القدم. يعني طيب يعني عايز اتكلم معاك اخيرا على اتلتيكو مدريد وسيميوني، هل شايف ان سيميوني بيسطر اخر سطور ليه مع فريق اتلتيكو؟ اعتقد ان سيميوني لازم برضو زي زيدان لازم بس سيميوني مقتنع يا احمد بطريقه 4-4-2 جدا، مش عايز يغيرها، عنده بعض القناعات كده اللي احنا لو ركزنا معاها هلين هو لو غير ممكن يكون في نتائج افضل. سيميوني لازم يغير فكره خصوصا في الماتشات يعني قدام الفرق الكبيره مثلا سواء الريال او البارسا او كده، ممكن اقول لك نلعب بالتكتيك ده او بالتكتيك المتحفظ شويه، لكن قدام فرق صغيره او فرق متوسط الجدول في الفرق منتصف الجدول لازم يغير قناعاته شويه. هو سيميوني كان هيواجه مشكله كبيره جدا في الصيف الجاي انه احتمال بنسبه كبيره يخسر انطوان جريزمان صالح برشلونه. كنت لسه هكلمك، هل موضوع رقم 7 اللي كوتينيو ما لبسوش ولبس 14 ده ليه تفسير للكلام اللي انت بتقوله؟ انا اعتقد ان انطوان جريزمان اقرب، يعني لو هيمشي هيبقى اقرب لبرشلونه منه، الى لان خلاص بنسبه كبيره جدا مانشستر يونايتد خلاص بعد التعاقد مع اليكس سانشيز، فاعتقد استبعد فكره التعاقد مع انطوان جريزمان، وبالتالي انطوان جريزمان اقرب لبرشلونه ان طالت المفاوضات بشكل صحيح، وان كانت تحديدا القصه دي فيها مشاكل بين اداره الناديين سواء برشلونه اتلتيكو مدريد، لان برشلونه تفاوض مع عائله اللاعب بدون علم اداره اتلتيكو، وده طبعا اغضبهم، فاداره اتلتيكو قدمت شكوى لدى الفيفا في اداره برشلونه، فلسه هتشوف القصه هتمشي ازاي، ولكن دي هتبقى مشكله كبيره جدا. صحيح ان هم استعادوا انطوان جريزمان، استعادوا سوري دييجو كوستا، ولكن في الاول وفي الاخر هتبقى في مشكله، انطوان جريزمان لعيب تقيل جدا وهام جدا في اتلتيكو مدريد، واحنا شايفين ان هو السنه دي مستواه متذبذب جدا، ان هو مش مركز، هو كان عايز يمشي الصيف اللي فات، ولكن هو اضطر ان يقعد في الفريق بالنظر الى ان هم اتمنعوا من التعاقدات بناء على عقوبه دي. الديلي ميل اتكلمت وقالت يا احمد ان مانشستر سيتي بيفاوض انطوني جريزمان مقابل اجويرو، عايز يعملوا صفقه تبادليه ان اجويرو يروح فريق اتلتيكو مدريد وجريزمان يروح مانشستر سيتي، هل الكلام ده صح ولا برشلونه ولا مين الاقرب للاعب؟ يعني اخذتك من ده عشان اعرف. في وجهه نظري برشلونه الاقرب. انا اعتقد ان برشلونه اقرب لانطوان جريزمان من مانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي في الحته بتاعت انطوان جريزمان عنده كذا لعيب بيلعب فيه، يعني ممكن دي بروين ممكن يحطه في الحته اللي هو حابب، ممكن عنده ديفيد سيلفا يحطه في الحته اللي هو حابب، او ممكن جابريال جيسوس يلعب في الحته دي. انا اعتقد ان مانشستر سيتي حاليا محتاج لاعب، في وجهه نظري محتاج لاعب سترايكر صريح تاني جنب اجويرو، اجويرو برده بدا عامل السن برده وكده، فهو محتاج برده سترايكر صريح، ان جابريل جيسوس مش مهاجم صريح بالمعنى الصريح، هو مهاجم شادو سترايكر، يعني لعيب بيلعب تحت راس الحرب، فهو اعتقد هم محتاجين الحته دي، ولكن كل شيء وارد، ممكن برضو يبقى هو شايف وجوارديولا ليه وجهه نظر احنا مش شايفينها ويطلب التعاقد مع تونجرز، لكن
سير يعني الشكل العام بيقول ان جريزمان اقرب الى الانتقال الى برشلونه. بكره في مباريات في الدوري الاسباني او مباراه مهمه جدا ما بين فالنسيا وريال مدريد، يمكن على ملعب المستايا، ملعب فالنسيا، شايف مين الاقرب مع ان طبعا فالنسيا عندها اصابات كتيره جدا؟ الماتش صعب جدا. انا اعتقد ان ريال مدريد وزيدان عندهم حافز كبير جدا، هم عايزين يردوا في الملعب، عايزين يردوا على اللي حصل قدام ليجانيس، وكانت مفاجاه كبيره جدا. يعني ريال مدريد حتى لو كان في عنده غيابات ما يخسرش قدام ليجانيس على ارضه ويخرج من الكاس بالشكل اللي حصل ده، بالمنظر اللي حصل ده، خاصه المستوى في الشوط الثاني كان مستوى غريب جدا. فاعتقد وفي نفس الوقت فالنسيا عايز يثبت نفسه، احنا عارفين ان ماتش الدور الاول انتهى بالتعادل 2-2، وماتش كان متألق فيه كوندوبيا اللاعب الفرنسي القادم على سبيل الاعاره من انتر ميلان، فبالتالي هيبقى ماتش مرتقب جدا، وبرده ماتش المقاعد الاوروبيه، يعني المنافسه بينهم مين اللي هيحجز المركز الثالث المركز الثاني خلف برشلونه كده، يعني طبعا المركز الاول بنسبه كبيره جدا محسوم لبرشلونه. احمد غنيم بشكرك شكرا جزيلا، كنت معايا في برنامج كره سكر واتكلمنا على الدوري الاسباني وكل ما يخص ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد. يمكن اتكلمنا على المشاكل الموجوده في ريال مدريد، اتكلمنا على برشلونه، اتكلمنا على اتلتيكو مدريد، اتكلمنا على كل ما يخص الاحداث الدوري الاسباني بشكل مفصل جدا. لسه مكملين مع حضراتكم في الدوري الاسباني، لكن معانا مباراه هنتكلم عليها، مباراه اتلتيكو مدريد وجيرونا، واللي انتهت 1-1، مباراه كانت غريبه جدا بعد ما اتلتيكو مدريد كان متقدم 1-0 في الدقيقة 34 عن طريق نجمه أنطونيو جريزمان أو أنطوان جريزمان، بيتعادل فريق جيرونا في الدقيقة 73، والمباراة بتنتهي 1-1، وأتلتيكو مدريد بيخفرط في نقطتين طبعا مهمين جدا. احنا عارفين ان فريق اتلتيكو مدريد يعني هو المنافس الحالي لفريق برشلونه من حيث المراكز، برشلونه في المركز الاول عنده 54 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز الثاني ب 43 نقطه، لكن اتكلمنا مع احمد وقلنا ان لازم سيميوني يبدا ان هو يغير سياسته. سيميوني بيلعب بطريقه 4-4-2، ماشي ممكن يلعب بيها قدام الفرق الكبيره اللي ممكن تشكل عليه خطر، لكن قدام الفرق الصغيره سيميوني ما عندوش الحلول الهجوميه، او ممكن يكون عنده بعض العناصر الممتازه جدا لكن مش بيعرف يستغلها احسن استغلال. ممكن نلاقي مثلا لاعب بيلعب على الاطراف، ممكن نلاقيه حطه في نص الملعب، فبالتالي بيحرمه من الميزه الهجوميه اللي عنده، وبالتالي ممكن تاثر عليه في الماتش زي ما احنا شفنا. المباراه سهله جدا امام جيرونا، بيتعادل 1-1. سيميوني اعتقد ان هو ماشي، اتكلمنا وقلنا ان سيميوني ممكن الموسم ده ما يكملش مع اتلتيكو مدريد، لكن الموسم اللي فات قال انا حلمي ان انا العب على الملعب الجديد اللي هو طبعا واندا متروبوليتانو، وبالفعل لعب عليه موسم كامل. فهل بكده هينتقل سيميوني من تدريب فريق اتلتيكو مدريد لفريق اخر؟ عارفين ان سيميوني دايما كل سنه بيبقى عنده بعض العروض او بيبقى عنده عروض قويه جدا. هل ممكن نشوفه في انتر ميلان؟ هل ممكن نشوفه في الدوري الانجليزي؟ هل ممكن نشوفه يعني ما اعتقدش ان في برشلونه وريال مدريد هيتعاقدوا مع سيميوني. انا شايف الدوري الانجليزي والدوري الايطالي وبالاخص الدوري الايطالي هو ده الدوري اللي يتناسب مع قدرات سيميوني. سيميوني شخصيه قويه جدا، دايما اللاعب لما بيكون مدرب بينقل الانطباع بتاعه للعيبه. سيميوني كان لاعب قوي جدا، عنيف جوه الملعب، عصبي، فاحنا بنشوف فريق اتلتيكو مدريد على نفس الشكل ونفس النهج بسبب المدير الفني. فنشوف الموسم الحالي هل هو اخر موسم ولا لا. يعني هنتكلم برضو على جدول الترتيب سريعا كده، ناخد جدول الترتيب. هلاقي ان برشلونه في المقدمه ب 54 نقطه، يليه اتلتيكو مدريد 43 نقطه، فرق 11 نقطه ما بين برشلونه واتلتيكو مدريد. في المركز الثالث فالنسيا 40 نقطه، والمركز الرابع فريق ريال مدريد 35 نقطه، الخامس فيا ريال 34، والسادس أشبيلية 32. هنتكلم على أهم المواجهات اللي موجودة في الدوري الأسباني بكرة وبعده يوم السبت. يمكن في مواجهة حالية بتقام ما بين أتلتيك بلباو وإيبار، دي بتتلعب حاليا، لسه المباراة بدأ بقى يمكن ربع ساعة أو 12 دقيقة. بكرة إن شاء الله هيكون في ديبورتيفو لا كورونا هيلاعب ليفانتي، وفالنسيا هيلاعب ريال مدريد، ودي أهم مباراة، أهم مباراة ليه. فالنسيا عنده غيابات كتيره جدا، لكن فالنسيا بيلعب على ملعبه. ما ننساش ان فالنسيا هيلاعب برشلونه في بطوله الكاس، لكن دي بطوله الدوري، فبالتالي المباراه الاولانيه انتهت ب 2-2 على ملعب سانتياغو برنابيو، فهيكون طبعا بمثابه ثار ليه
فريق ريال مدريد اللي هيلعب مباراه بكره بدافع اكبر. ايه هو الدافع؟ ان هو عايز نفسيا يكون احسن، خسر وخرج من بطوله الكاس، ماشي يعني متذبذب المستوى في بطوله الدوري، فبالتالي مباراه هتبقى لرد الاعتبار وعامل نفسي مهم جدا وقوي جدا لفريق ريال مدريد. بعد كده مالاجا هيلاعب جيرونا وفيا ريال هيلاعب ريال سوسيداد يوم الاحد 28 يناير. طبعا ليجانيس هيلاعب اسبانيول، اتلتيكو مدريد هيلاعب لاس بالماس. اكيد مباراه سهله جدا من وجهه نظري، بنتكلم على الورق مش بنتكلم على الملعب. واشبيليه بقياده مونتالا اللي عامل طفره، اللي قدر ان هو يخرج فريق اتلتيكو مدريد من بطوله الكاس، هيلعب امام ختافي. وبرشلونه هيلاعب ديبورتيفو الافيس على ملعب الكامب نو، اعتقد ان هي مواجهه سهله جدا لفريق برشلونه، ممكن ان هو كمان يعني بشكل كبير يبدا ان هو يجرب كوتينيو من بدايه المباراه ويجربه ويشوف ايه الاستفاده اللي هيستفيدها منه. طبعا احنا عارفين كوتينيو مش هيبقى موجود في بطوله الشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا، والسبب ان هو مقيد مع فريق ليفربول في دوري الابطال، وبالتالي لا يحق اللاعب ان هو يشارك مع ناديين في موسم واحد في نفس البطوله. يوم طبعا يوم الاثنين هنختتم طبعا الجوله ال21 من الدوري الاسباني بمباراه سيلتا فيجو وريال بيتيس. كده يمكن يكون اتكلمنا مع حضراتكم في كل حاجه ليها علاقه بالدوري الاسباني. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الدوريات. اهلا بحضراتكم من جديد في برنامج وورلد سوكر عشان نتكلم في الدوريات الاوروبيه. خلصنا الدوري الانجليزي، خلصنا الدوري الاسباني، هنروح للدوري الايطالي. الدوري الايطالي اكيد ممتع جدا. الدوري الايطالي الموسم الحالي مختلف عن باقي المواسم السابقه، بنتكلم على منافسه ما بين نابولي وبنتكلم على ان يوفنتوس هو اللي احنا بنشوفه كل سنه بيبقى متصدر، هو اللي بيفرق بالنقاط عن باقي المنافسين. وبالتالي الموسم الحالي نابولي لحد الوقت الحالي، لحد الاسبوع اللي احنا بنتكلم فيه الاسبوع ال21، هو اللي متصدر، يمكن فرق نقطه واحده بس، لكن ده بيدينا انطباع جيد جدا جوه الدوري الايطالي ان المنافسه كبيره. عندنا يعني بعض السلبيات اللي هنتكلم عليها في الدوري الايطالي، وهو مفيش نجوم كتير زي الاول، كل النجوم اللي تبقى موجوده يبقى تبقى موجوده في يوفنتوس، فبيقوي فريق يوفنتوس، فبيعزز فرص يوفنتوس في الفوز بالدوري، بيكون منافس قوي جدا في الشامبيونز ليج، واكيد بيفوز ببطوله الكاس، واكيد بيفوز ببطوله السوبر. لكن لو في مفاجات غير كده، اكيد لاتسيو، اكيد نابولي، اكيد روما، اكيد انتر، اكيد ميلان، بنتكلم على انديه كبيره جدا، لكن في الوضع الحالي بيتاثروا بشكل كبير بعد طبعا الظروف الماديه والاقتصاديه، من حيث طبعا بيع الانديه وموضوع الدرجه الثانيه والرجوع ثاني للدوري السيريا اه. فهو ده الدوري الايطالي، لكن احنا بنتمنى ان الدوري الايطالي يبقى موجود بشكل يعني يبقى بشكل اقوى من كده، خصوصا ان احنا معانا واحد من يعني اكثر اللاعبين المصريين خلقا ولعبا وفنا، وواحد كنا بنستمتع بيهم ولعب في الدوري الايطالي، وهو طبعا يمكن متابع جيد جدا ومحلل قدير. هو هيتكلم معانا يعني باستفاضه على الدوري الايطالي، كابتن مصر كابتن حازم امام، برحب بحضرتك. مساء الخير عمر، ومساء الخير للساده المشاهدين. ازيك يا عمر؟ كابتن حازم ازي حضرتك؟ عامل ايه يا بطل؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير يا كابتن، دايما منور يا كابتن حازم. وطبعا ما ينفعش نتكلم، ربنا يخلي حضرتك يا كابتن، ما ينفعش طبعا الدوري الايطالي نتكلم عليه من غير وجود حضرتك. هل حضرتك شايف الموسم ده فريق نابولي قادر ان هو يحافظ على تصدره ويفوز بالدوري، ولا يوفنتوس كالعاده هيفضل طبعا مطارد لفريق نابولي وفي الاخر يفوز بالبطوله؟ بص، يعني السنه دي نابولي مختلف، يعني لاول مره نابولي لغايه بعد التوقف الشتاء ولغايه شهر واحد يبقى هو لسه متصدر، ما حصلتش ولا مره. كان دايما بيبتدي اول خمس ست سبع اسابيع وبعدين يقع في النص،
المره دي الامور اختلفت شويه، محافظ على الصداره بقالوقت كتير جدا. يعني بص اليوفنتوس طبعا لا يكل ولا يمل، الدنيا بالنسبه له ما بيلعبش غير على طول الدوري، لكن انا شايف ان السنه دي لو تلاحظ هتلاقي ان الدوري الايطالي هو الوحيد في الدوريات الاوروبيه الكبرى اللي لغايه دلوقتي الامور لم تستطلع بشكل كبير من الاول، مين هياخد الدوري؟ يعني الدوري الانجليزي فرق كبير جدا من النقاط، الدوري الاسباني فرق كبير جدا من النقاط، الدوري الالماني فرق كبير جدا من النقاط ما بين الاول والثاني، الدوري الوحيد اللي فيه منافسه ومحدش عارف رايحه فين هو الدوري الايطالي، ده يعني نتيجه ان الفرق ابتدت تفوق شويه، ان كان نابولي ان كان انتر ان كان روما ان كان طبعا يوفي لاتسيو اللي ماشي بشكل رائع مع انزاجي، فيمكن الناس مش واخده بالها بالدوري الايطالي، يقول لك الدوري وقع والدوري ما بقاش زي زمان، لا الدوري الايطالي من وجهه نظري حاليا هو الاكثر تشويقا. يعني كابتن حازم عايز اسال حضرتك، هل نابولي او هل مثلا يوفنتوس محتاج بعض التدعيمات اللي ممكن نشوفها في الموسم القادم او في الموسم الانتقالات الحاليه، ولا حضرتك شايف ان يوفنتوس بالنجوم اللي موجوده فيه هو ده كفايه جدا على انه ينافس في الشامبيونز ليج؟ عشان حضرتك طبعا حضرتك عارف ان هم عندهم ثلاث بطولات لسه، بطوله الدوري، بطوله الكاس، بطوله الشامبيونز ليج، ولا أليجري هيكتفي بالسكواد اللي موجود حاليا؟ والله بص هو دايما يعني يوفنتوس بيغرد لوحده في الدوري الايطالي، ان كان في يعني كل سنه كان بيجيب اثنين ثلاث او اربع لعيبه جامدين كويسين وبيزودوه بشكل كبير، يعني ابتدى بموراتا زمان وبعدين مانسوفيتش وبعدين ديبالا وبعدين بيانيتش، يعني بيشتغل على ايجواين طبعا الصفقه الكبيره من نابولي، كل سنه كان بيلاقي بيجيب حاجات اللي هو عايزها وبيجي الناس تلعب وتأدي بشكل رائع. يعني يمكن السنه دي هو جاب دوجلاس لسه ما اداش بشكل كويس، ماتودي يعني يمكن الاثنين ما اثروش قوي لكن بيلعبوا كويس، لكن مش هم اللي عاملين الفاير في السنة، لسه بيعتمد على الاجوائيين، على حاله ديبالا، على بيانيتش، على خضيرة، فما اعتقدش ان خلاص يعني الموسم ابتدى يخلص، ما اعتقدش ان في حد جامد هيجي يوفي او حتى نابولي. نابولي يعني انتداباته ممكن ما تبقاش لعيبه معروفه قوي لكن بيبقى تيجي في المضمون، يعني وحظه بعض الاوقات كان سيء طبعا في ملك اللعيب اللي جاله اثنين رباط صليبي، هو جايب كان بديل لاجوائيين، لكن ميزه ساري ان هو خلق يعني استغفر الله مش قصدي خلق يعني قصدي يعني عمل لعيب اسمه ميرتنز في مكان ميرتنز كان جاي بيلعب تحت الفراوده من ايندهوفن في بلجيكا، وجاي على اساس انه بيلعب تحت هيجوايين وكان بيلعب اول سنه بالشكل ده، ولما هيجوايين مشي ولعب ملك وجاله رباط صليبي فلعبه وظفه لغايه لما يجيبوا حد راس حربه، ومن ساعتها بقى احسن مهاجم يمكن وهداف النابولي في المكان ده في راس حربه، يجيب اجوان رائعه وبقى واحد من افضل المهاجمين، يمكن سعره تضاعف اضعاف مضاعفه يعني. فبص يعني هم خطين، نابولي ما بيعتمدش على صفقات كبيره قوي، يعني مش هتلاقي لعيب بيعدي ال 20 30 مليون بيجي نابولي، قليل قوي غير ملك لما عشان هيجوين اتباع، العكس تماما يوفي، ولكن هي فكره اداره وفكره دير فني بيستخدم اساليبه ازاي. انا بشوف ان ساري واحد من افضل المدربين على مستوى العالم، وخلال سنتين ثلاثه اعتقد ان هو ممكن يعني يروح الدوري الانجليزي ويدي له ارقام كبيره جدا وخلي تشيلسي يتكلم معاه. لكن زي ما بقول لك يمكن انا اشوف ان يوفي نابولي هيفضل الموضوع الصراع ده لغايه الاسابيع الاخيره. طيب هنروح يا كابتن بقى الميلان، بحكم حضرتك طبعا ومتابعتك الفنيه العاليه جدا، سبب الحاله الفنيه السيئه اللي وصل ليها ميلان بعد مونتلا وتعيين جاتوسو، وخلاص يمكن هم سلموا ان جاتوسو هيبقى موجود لاخر السيزون، لكن يعني ماشيين ممكن ماتش كويس ماتش وحش، يعني سبب الحاله السيئه الفنيه اللي وصل ليها فريق ميلان في الموسم الحالي بغض النظر عن طبعا الامكانيات الماديه الكبيره اللي موجوده. بص الميلان عنده مشكله وهي اقرب الى بعض الفرق في مصر هنا، وهو ان انت لما تشتري لعيبه كتير مش معناها انك هتكسب دوري او هتنافس بشكل، المهم اللعيبه دي تبقى عندها القدره انها تنافس ولا لا. يعني هو جاب من كل فج عميق، من فرنسا ومن ايطاليا ومن اسبانيا ومن المانيا ومن مش عارف منين، وجاب لعيبه كتير جدا من كل حته. جاب لعيبه افارقه كمان يا كابتن. وجاب لعيبه من كل حته يعني يعني والناس قالت لك على احسن مدير رياضي في الدوري الايطالي هو فاسوني وماريلي ومش عارف ايه والناس دي، ولكن بعد ما مونتيلا مسك بان ان الكلام لا، يعني الفرقه محتاجه تجانس اكتر، الفرقه محتاجه
شغل كبير جدا على المستوى الفني على المستوى الجماعي. فالموضوع مش موضوع انك تجيب لعيبه وخلاص، موضوع ان انت يبقى في سيستم، يبقى في شكل بتلعب بيه. ده مش موجود كان عن الميلان، وده اتكشف. يمكن لعبوا ماتشين ثلاثه ناس تقت هياخدوا الدوري، وبعدين اول مع اول هزيمه ابتدى يبان ان اللعيبه مش 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 لعيبه ميلان. بالظبط يا كابتن، محتاجه وقت كتير. مش اي لعيب بيلعب كويس في حته اجيبه يبقى عندي، يبقى في الميلان. الميلان نادي كبير جدا، نادي عظيم يعني طبعا يا كابتن في ايطاليا. ف ميلان محتاج وقت عشان يبني فرقه بالشكل اللي احنا نشوف ان فرقه كبيره زي ميلان تقدر تلعب كوره. كابتن حازم، حضرتك لو شايف مين اقرب واحد للقياده الفنيه لميلان الموسم القادم من وجهه نظر حضرتك، اللي هيعمل معاهم نتائج طيبه ويكون هو العنصر اللي يرجع ميلان تاني للميلان بتاع زمان؟ بص، مشكله الميلان ان اي مدير فني كبير هو عايز يضمن ان يكون في لعيبه تقدر تزوده. يعني مفيش حد هيقول لك انا هاجي اعمل سكراتش واحد كبير. يعني انت بتتكلم لو اتكلمت على انشيلوتي مثلا مش هيرضى، حاولوا معاه ما رضيش. انا شايف ان الفرقه ما فيهاش النجوم او تمام. فانا ما اعتقدش ان ميلان يجيب حد من نجوم الكبار. ممكن هو يجيب حد ويكبر معاه شويه. هو بيحاول برضه، سمعت على مع ساري مع مش عارف مع مين، لكن انا ما اعتقدش ان نجوم الصف الاول في العالم يعني هيروحوا لميلان دلوقتي، لان كله بيبقى عايز يلعب شامبيونز ليج، كله عايز يشتغل على الحاجات. ما اعتقدش ان ميلان هيخش شامبيونز ليج السنه دي، يبقى صعب جدا. طبعا طبعا. طب كابتن حازم، يمكن روما ودي فرانشيسكو، هل حضرتك شايف التصريح اللي الصحافه الايطاليه كوريرو ديلو سبورت ولا جازيتا قال ان لما محمد صلاح اتباع لفريق ليفربول اخذ جزء معاه من جيكو وبقى مش موجود، يمكن جيكو موجود بس بنص لاعب، هل حضرتك شايف دي فرانشيسكو وروما بيأدوا الاداء المطلوب في ظل الامكانيات المحدوده اللي موجوده مع روما؟ طبعا طبعا. روما اول مجموعه في الشامبيونز ليج يا عمر. انا بتكلم كابتن في الدوري طبعا، انا بتكلم كابتن في الدوري. يمكن في الدوري انا فاهم كمان أنا فاهم. بيتألقوا كمان، يمكن مباراه انتر تقدموا على انتر وخسروا وتعادلوا في اخر دقائق. كابتن حازم، طيب كان معانا طبعا على الهاتف الكابتن حازم امام، نجم مصر و نجم طبعا التحليل في الدوريات الاوروبيه، واحد من اللعيبه اللي كنا بنستمتع فيهم يعني نستمتع بيهم في الملعب وخارج الملعب من خلال التحليل. نرجع للدوري الايطالي ونتكلم بالتفصيل على المباريات ونستعرض مع حضراتكم الاهداف، ونروح لاول مباراه، مباراه اتلانتا ونابولي، واللي انتهت 1-0 لفريق نابولي. احرز هدف المباراه الوحيد ديريس ميرتنز اللي كابتن حازم كان بيتكلم عليه. يمكن اللاعب ده انا شايف ان هو من اللاعبين اللي مش واخدين حقهم في الاعلام. ديريس ميرتنز هو هداف فريق نابولي، وقدر زي ما احنا قلنا ماوريسيو ساري ان هو يعيد توظيفه من اول وجديد، ان بعد طبعا رحيل هيجواين ديريس ميرتنز بقى موجود في المكان ده، وبالتالي قدر ان هو يتالق ويحرز 11 هدف مع فريق نابولي ويقود نابولي لصداره الدوري الايطالي. مباراه اتلانتا كانت مباراه صعبه جدا. نابولي جاب هدف في الدقيقه 65، وبالتالي مباراه فقيره في الاهداف، لكن نابولي اخذ اللي هو عايزه. كابتن حازم اتكلم على ماوريسيو ساري. ماوريسيو ساري هو مدير فني قدير. عايز احكي لكم حكايه ماوريسيو ساري، ازاي بقى مدير فني؟ حكايه طريفه جدا. ممكن كمان لما حد يسمعها دلوقتي يبتدي يتشجع على ان هو يخش في مجال كره القدم. ماوريسيو ساري كان موظف في بنك. وبدا ان هو طبعا من خلال متابعته للكره العالميه والكره الاوروبيه والدوري الايطالي كان كل ماتش في قهوه معينه بيروح يتفرج عليها على الماتشات. كان دايما بيحب يتناقش هو وصاحب القهوه في الامور الفنيه اللي ليها علاقه بالدوري الايطالي والطرق التكتيكيه والطرق الفنيه. تعدي الايام وصاحب القهوه وماوريسيو ساري يتفقوا على ان هم لازم يبداوا ياخدوا خطوات في كورسات او دورات تدريبيه ليها علاقه بالتدريب. وبالفعل بينجحوا ان هم يبداوا اول دوره، يبداوا يخشوا في مجال التدريب، وكمان ياخدوا اللايسنس او الرخصه المصرح بيها ان هم يمسكوا فرق في الدوري الايطالي. بداوا مع فرق في طبعا في دوريات درجه ثانيه ودرجه ثالثه. ومين بقى صاحب القهوه؟ صاحب القهوه ده المدرب العام لماوريسيو ساري لحد دلوقتي، اللي كل ما يروح فريق ياخده معاه. فماوريسيو ساري وصاحب القهوه اللي كان بيتفرج عليه على الماتشات ده بقى ماوريسيو ساري المدير الفني لنابولي الحالي، وبقى المدرب العام. طبعا من سنه 90 لسنة 2018 تدرج بيه الحال ان هو بقى يمسك فرق درجة تانية ودرجة تالتة، لحد ما قدر يمسك من 3 مواسم امبلي، عمل معاها موسم رائع
رائع، يعني عرف ان هو ياخد بالفريق ده او عرف ان هو باقل امكانيات يعمل احسن نتائج، وبعديها نابولي تعاقد معاه. عشان كده كابتن حازم قال ان في خلال 3 سنين ممكن او 2 سنين ممكن يكون المدرب رقم 1 في العالم. ميزه ماوريسيو ساري ان هو بيذاكر وان هو مطلع وان هو دايما مش مدير فني بيعتمد بس على الاسماء اللي موجوده. كان كوريرو ديل سبورت ولا جازيتا ديل سبورت عاملين تقرير كبير جدا على حجم مرتبات فريق نابولي. احنا هنتكلم في رقم دلوقتي ممكن الناس يعني تستكتره، لكن لو احنا حسبناه على كل اللاعبين اللي موجودين في فريق نابولي بسنين عقودهم، تخيلوا ان حجم مرتبات لاعبي فريق نابولي 100 مليون يورو. 100 مليون يورو ده ممكن يجيب لاعب يعني كوتينيو، عثمان ديمبلي جايين بفلوس اكتر من ال 100 مليون. فال 100 مليون يورو دول هو حجم مرتبات فريق نابولي كله مع بعض. متصدر الدوري الايطالي، اداء ما فيش احسن من كده، طبعا بينافس او هو متفوق على اليوفنتوس، على روما، على انتر، على ميلان. بنتكلم على 4 فرق تاريخيا يعني اقوياء جدا. هنا بقى يعني ده السؤال، هل ماوريسيو ساري هيعود تاني بامجاد فريق نابولي من اول وجديد ايام مارادونا وايام طبعا الدوريات؟ طبعا احنا عارفين ان مارادونا كان بيلعب في نابولي، مارادونا كان مؤدي بشكل رائع جدا مع نابولي، وقدر ان هو ياخد بيهم بطوله دوري، وقدر ان هو يؤدي بيه يوصل بيهم لارقام بعيده جدا، وما كانش حد مصدق ان نابولي وصل مع مارادونا للارقام دي. فهل ماوريسيو ساري هيقدر ان هو يعوض زمن مارادونا؟ ده اللي احنا هنعرفه طبعا بعد ما نخلص الجوله بتاعتنا. هنرجع ونتكلم ونقول الجولات في الدوري الايطالي يوم السبت ويوم الاحد. لكن نروح للمباراه الثانيه، يعني مباراه يوفنتوس وجنوا. يوفنتوس كسب 1-0، كالياري خسر من ميلان 2-1، انتر ميلان وروما تعادلوا 1-1. لكن في موضوع كبير جدا عايزين نتكلم عليه عشان خاطر يعني نديله وقته ونشرحه باستفاضه، هو موضوع دوري الامم الاوروبيه. من كام يوم سمعنا ان في قرعه لبطوله اسمها دوري الامم الاوروبيه او تصفيات تتلعب في 2018 وبطوله في 2020. البطوله دي فيها كلام كتير جدا. اولا ليه اتعملت البطوله؟ ايه الهدف منها؟ ايه العائد منها على المدربين وعلى اللاعبين؟ وفي نفس الوقت نظامها ايه؟ وهل الفرق اللي هتشارك في التصفيات والفرق اللي هتصعد هي نفس الفرق اللي هتشارك في بطوله اوروبا؟ وبالتالي هم دول الفرق اللي هتشارك هنا، هي دي اللي هتشارك هنا؟ هنتكلم معاكم يعني 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 باستفاضه، هنتكلم معاكم بتفاصيل اكتر. هيبقى معانا طبعا مداخله مهمه جدا جدا، يعني او معانا مداخله مهمه جدا من واحد ناقد رياضي ومتابع جيد جدا للدوريات الاوروبيه، واحد من طبعا الاصدقاء اللي انا بعتز بيهم، هو طبعا عمر عبد الله الصحفي والناقد الرياضي. عمر برحب بيك. حبيبي عمر، الف مبروك البرنامج وبدايه موفقه ان شاء الله، ودايما كده بتثري الساحه الاعلاميه ومتابعي الكره الرياضيه والعالميه. عمر بشكرك جدا، يمكن ما فيش احسن منك يتكلم معايا على دوري الامم الاوروبيه ويشرح للناس ازاي الدوري ده بيحصل او ايه الهدف منه. بدايه خليني اخدك، ايه الهدف من انشاء دوري الامم الاوروبيه؟ في البدايه الاتحاد الاوروبي حب يزيد من استثماراته في عالم كره القدم، اقترح من فتره طويله من حوالي 4 سنين وتحديدا في 2014 اقامه دوري لبطوله الامم الاوروبيه يستخدم في الفراغات بتاعت الفيفا ديت، الفراغات اللي هي بيتلعب فيها المباريات الوديه وبيتلعب فيها المباريات التحضيريه. الاتحاد الاوروبي حب ان هو يستغل الفراغات دي تبقى بطوله تحت رعايته، يبقى البث التلفزيوني واذاعه المباريات دي بتصب في خزينته، فاختار ان هو يقيم بطوله للفرق الاوروبيه تلاعب بعضها وفقا لمستويات معينه ومستويات محدده، وبالتالي تتلعب في الفراغات اللي بتبقى ما بين المباريات الرسميه وما بين مباريات التصفيات. ده هيزيد من انغلاق القاره الاوروبيه على نفسها، لان هيبقى صعب الفرق اللي من بره تلعب فرق اوروبيه، صعب ان انت تلاقي فريق افريقي يلعب فريق اوروبي، لان هم بالتبعيه خلاص اتحطوا في بطوله دوري الامم الاوروبيه اللي كان ليه في الاساس يعني نظره اقتصاديه من الاتحاد الاوروبي لزياده المداخيل من البث التلفزيوني واضافه جديه للمباريات الوديه. وكمان مع شرح الفكره نفسها هنشوف ان هو بيدي فرصه
لبعض الفرق اللي ما بتقدرش تصعد من التصفيات انها تصعد لبطوله الامم الاوروبيه. طيب عمر، يمكن انت عارف ان البطوله دي هيبقى فيها طبعا يعني تساؤلات، الناس بتسال هل الفرق او المنتخبات المشاركه الانديه هتوافق هتخلي اللعيبه بتاعتها تشارك مع منتخبات، ولا هيبقى العامل الاجهاد اللاعبين اللي طبعا زي ما انت عارف اللعيبه بيتم صرف مبالغ كبيره جدا عليها. هل ده هيحصل ولا الانديه هتسيب اللي طبعا اللعيبه اللي موجوده للمنتخبات في تصفيات الامم الاوروبيه؟ هو كده كده هي البطوله هتقام في فراغات الفيفا، اللي هو من حق النادي اللي هو يعني يسيطر على اللعيب، النادي بيبقى خارج سيطره، اللاعب بيبقى خارج سيطره النادي في فراغات الفيفا او في توقيت مباريات الفيفا ديت اللي هي بتبقى بتقام بشكل اجنده الفيفا، اللي بتقام بشكل دوري وبتتوزع على كل الانديه. كل اللي حصل ان الاتحاد الاوروبي بدل ما خلى المباريات وديه، بدل ما خلى فرنسا هتلعب الدنمارك مثلا وديا او المانيا هتلعب ايطاليا وديا، لا حط لهم بطوله وحط لهم نظام مباريات وحط لهم جدول مباريات وسماه دوري الامم الاوروبيه، هيقام على موسم كامل، يعني هو في موسم 2018 2019. فبالتالي هو الانديه كده كده اللاعب اللي هيتم استدعائه، ان لم يتم استدعائه لبطوله الدوري الامم الاوروبيه كان هيتم استدعائه لمباراه وديه. فبالتالي هي مباريات داخل الاجنده الرسميه للفيفا وخارج سيطره الانديه، وما الانديه ما تملكش ان هي تمنع اي لاعب ان هو يشارك في البطولات او في البطولات او في المباريات دي. طيب عمر، عايزين كده بالراحه واحده واحده نفهم الساده المشاهدين نظام التصفيات وازاي البطوله دي هتتعمل، ومن حد 2018 ل 2020 السيناريو اللي هيحصل من اول التصفيات لحد ما البطوله تتلعب. هو بدايه هو نظام معقد جدا طبعا، عشان كده قلت لك بالراحه عشان نفهم الناس بالظبط كده. هم عاملين بطوله يعني نظامها طويل شويه ومحتاج شرح. هنبدا من الاصل ان هي بطوله يورو 2020 او يورو 2020. تمام. هي بطوله اصلا في نظامها غريب شويه، هي هتتلعب على 13 مدينه في 13 دوله، هيشارك فيها 24 فريق في بطوله كاس الامم الاوروبيه 2020. تمام. بما ان هي 13 مدينه فبالتالي مفيش بلد منظم. تمام. يعني مفيش دوله منظمه هتتاهل مباشره، فال 24 فريق اللي هيصعدوا لكاس الامم الاوروبيه هيصعدوا عن طريقين. الطريق الاول هو الطريق التقليدي جدا اللي هيتلعب بيه، اللي هو تصفيات كاس الامم الاوروبيه 10 مجموعات، هيصعد اول وثاني كل مجموعه بقوام 20 فريق هيشاركوا مباشره في كاس الامم الاوروبيه. يعني دلوقتي يا عمر احنا دلوقتي هنتكلم على دوري الامم الاوروبيه، بنتكلم على ان في جروب A او في مجموعه الف وب وت وس مثلا، تمام كده؟ تمام. بنتكلم على ان كل مجموعه، يعني عايزك تشرح لي جروب A بالظبط كام فريق، جروب B كام فريق، جروب C كام فريق، وجروب D، وفي نفس الوقت المجموعات اللي جوه كم مجموعه وعدد الفرق اللي موجوده جوه، يعني نشرح بقى للناس ازاي هيتم من التصفيات ان ال 20 فريق يصعدوا. تمام. احنا ال 55 فريق الاعضاء في الاتحاد الاوروبي هيشاركوا في تصفيات كاس الامم الاوروبيه العاديه اللي هتوزع على 10 مجموعات، وهيشاركوا برضه في نفس التوقيت وفي نفس الوقت بالتوازي في دوري الامم الاوروبيه، عشان بس ما يحصلش خلط ان اللي هيشارك هنا مش هيشارك هنا، لا. اللي هيشارك في دوري الامم الاوروبيه هيشارك في تصفيات كاس الامم الاوروبيه العاديه. دوري الامم الاوروبيه عمر متقسم لاربع مستويات. المستوى الاولاني فيه اربع مجموعات، كل مجموعه ثلاث فرق. ده المستوى الاولاني اللي هو جروب A، في ده دوري منفصل بذاته في اربع مجموعات، كل مجموعه ثلاث فرق بقوام 12 فريق. طيب نتكلم على الجروب A اللي فيه 12 فريق. ناخد المجموعات، المجموعه الاولى المانيا وفرنسا وهولندا، المجموعه الثانيه بلجيكا وسويسرا وايسلندا، المجموعه الثالثه البرتغال وايطاليا وبولندا، المجموعه الرابعه اسبانيا انجلترا وكرواتيا. ده طبعا جروب A اللي فيه 12 فريق جواهم اربع مجموعات. طبعا انا شايف يا عمر ان اقوى مجموعه هي المجموعه الاولى بلا شك. طبعا المنتخبات، وهو ده ميزه جروب ايه على فكره، وميزه الدوري الاولاني اللي هو واخد اقوى 12 فريق في القاره الاوروبيه وفقا لتصنيف الفيفا. تمام. اول 12 فريق كلهم مع بعض. من ال 12 فريق دول يا عمر، من الاربع مجموعات اللي موجودين عشان نوضح للساده المشاهدين زي ما قدامهم بالظبط كده، الاربع مجموعات زي ما احنا شايفين هيطلع اول كل مجموعه من المجموعات الاربعه. صاحب المركز الاول من كل مجموعه هيصعد لدور قبل نهائي،
هيتلعب دور اللي قبل النهائي ده بنظام القرعه، هيتعمل قرعه ما بين الاربع اوائل، هيواجهوا بعض في مباراتين لدور قبل النهائي ثم مباراه نهائيه. الفائز من المباراه النهائيه دي هيتاهل مباشره لكاس الامم الاوروبيه 2020، هيبقى خطف بطاقه التاهل من الدوري A وهيتاهل مباشره لكاس الامم الاوروبيه 2020. ده اللي هيتاهل من الدوري A. تمام، نروح بقى لبي، نفس عدد الفرق اللي مشاركه في A، هم اللي موجودين في B 12 فريق بالظبط باربع بالزبط. مجموعات، كل مجموعه فيها ثلاث فرق، مظبوط كده؟ طيب ناخد المجموعه الاولى في دوري بي، المجموعه الاولى سلوفاكيا، اوكرانيا، جمهوريه تشيك، المجموعه الثانيه روسيا، السويد، تركيا، المجموعه الثالثه النمسا والبوسنه والهرسك وايرلندا الشماليه، المجموعه الرابعه ويلز، جمهوريه ايرلندا والدنمارك. دول يا عمر هيصعد منهم اوائل المجموعات، مظبوط كده؟ طيب بالزبط. يبقى احنا كده تمام، نفس نظام الدوري A، دوري B برضو هيصعد اول كل مجموعه، هيلعبوا دور قبل نهائي تمام، والفائز من هنا والفائز من هنا يلعبوا مباراه نهائيه، الفائز كمان والمتاهل من دوري B هيخطف تذكره التاهل مباشره لكاس الامم الاوروبيه 2020. طيب هيبقى كده معانا بطاقتين من A و B. طيب كده احنا خلصنا A، خلصنا B، نروح لC وسي الموضوع مختلف شويه، يمكن عدد تمام. عدد الفرق مش 12، بنتكلم في 15 فريق. 15 فريق فعلا. تمام، طيب هيبقى بنفس برضه الترتيب، بس ايه الفرق يا عمر ما بين A وB وC؟ A وB 12، عندنا اربع مجموعات، C 15. شكل المجموعه هيبقى عامل ازاي؟ المجموعات هيبقى في اربع مجموعات في الدوري برضه، ثلاثه منهم اربع فرق. ثلاث مجموعات اربع فرق، ومجموعه واحده ثلاث فرق، يعملوا 15 فريق. طيب يعني لو رحنا للمجموعه الاولى يا عمر، اسكتلندا تمام، البانيا طبعا والكيان الصهيوني فريق ثالث، المجموعه الثانيه المجر واليونان وفنلندا واستونيا، يمكن المجموعه الاولى هي اللي بس فيها ثلاث فرق، المجموعه الثانيه اربع فرق، المجموعه الثالثه سلوفينيا النرويج بلغاريا وقبرص، المجموعه الرابعه رومانيا وصربيا ومونتينيجرو وليتوانيا، دول برضو بيصعد منهم اوائل كل مجموعه. بالظبط، الاول من كل مجموعه بيصعد ويتلعب ويتعمل ما بينهم قرعه ويتلعب منهم دور قبل نهائي ثم نهائي، ويتأهل من النهائي بطل الدوري ده، هيصعد مباشرة أيضا لكأس الأمم الأوروبية 2020. فيبقى عندنا كده ثلاث بطاقات مؤهلة من دوري الأمم الأوروبية، لبطل الدوري A، بطل الدوري B، وبطل الدوري C. طبعا آخر حاجة مجموعة دي نفس الموضوع يا عمر، عندنا برضو يعني المجموعة الأولى جورجيا ولاتفيا وكازاخستان وأندورا، المجموعة الثانية روسيا البيضاء ولوكسمبورغ ومولدوفا وسان مارينو، المجموعة الثالثة أذربيجان وجزر الفارو ومالطا وكوسوفو، المجموعة الرابعة مقدونيا وأرمينيا وليتشنشتاين وجبل طارق. عمر عبد الله بشكرك شكرا جزيلا على الشرح المطول وبالاستفاضه على دوري الامم الاوروبيه، بشكرك شكرا جزيلا. كمان عمر اتكلمنا على دوري الامم الاوروبيه، لكن سريعا طبعا قبل ما ننهي مع حضراتكم هنروح لتقرير عن لاعبينا المحترفين اللي بيلعبوا خارج مصر ونرجع نكمل مع حضراتكم. عاش محترفون في الخارج يومين رائعين في الدوريات المختلفة، فقد أصبح محمد صلاح واحدا من أغلى 10 لاعبين في العالم وفقا لمرصد الدراسات الرياضية السويسري والتابع للفيفا، فوصلت القيمة التسويقية للفرعون المصري أكثر من 150 مليون يورو، محتلا المركز العاشر بعد بول بوجبا وأيضا سادس أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي بعد هاري كين. من جانبه احتفل صلاح بالحدث بتغريدة له على تويتر قائلا: أغنية شعبولة. وهنأ نادي ويست بروميتش الإنجليزي صخرة الدفاع المصرية أحمد حجازي بعيد ميلاده 27، ولم يفوت الحساب الرسمي للفيفا تلك المناسبة وأرسل لحجازي قائلا: عيد ميلاد سعيد، نراك في روسيا. أما علي جبر مدافع منتخب مصر فقد اقترب من الانتقال لنادي ويست بروميتش، وقال جبر في تصريحات صحفية: الانتقال لإنجلترا بداية لتحقيق حلم حياتي.
وفي ملعب أرسنال ثبت النني أقدامه للمشاركة أساسيا مع الفريق بعدما لعب مباراة عظيمة أمام تشيلسي كانت سببا من أسباب صعود فريقه لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية. وأرسل النني رسالة غير مباشرة لأليكسيس سانشيز وقال: أرسنال لا يقف على أحد. ونذهب لمحترفينا في السعودية، إذ أحرز مؤمن زكريا هدفين رائعين دفعت رئيس نادي أهلي جدة السابق عبد العزيز عبد العال للتأكيد على أن مؤمن صفقة استثنائية في تاريخ النادي. أما الجان عماد متعب لاعب نادي التعاون السعودي فقد وعد جمهوره بإحراز المزيد من الأهداف للوصول للمنتخب مشيدا بالدعم الذي يتلقاه من الجميع وخاصة من اللاعب المصري مصطفى فتحي. من السعودية للإمارات، حيث وصف محمد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي حسين الشحات بأنه من القوة الضاربة للفريق، وذلك بعد الأداء العظيم للشحات وتسجيله لهدفين في ثلاث مباريات. تقارير طبعا شفناها عن اللعيبة المحترفين طبعا في الخارج سواء في الدوري الإنجليزي سواء في الدوريات الخليجية. أكيد طبعا يعني كنا مع حضراتكم أول حلقة من وورلد سوكر، يعني يا رب يكون أضفنا بقى حاجة جديدة للمشاهد المصري بحيث الأخبار والكواليس بنقدم حاجة مختلفة. هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل لكم المعلومه بشكل بسيط، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب لكم كل اللي انتم مش عارفين تشوفوه. يمكن احنا بنخاطب اكتر الفئه اللي مش متابعه للسوشيال ميديا، اللي مش متابعه للدوريات. اكيد طبعا يا طبعا يشرفنا طبعا ان احنا نخاطب كل الناس، لكن طبعا بصفه اخص بنتابع او بنختصر ان احنا نوصل كل ما هو جديد للمشاهد المصري وايا كان يعني ايه انتماءاته. ان شاء الله يكون الحلقات اللي جايه هنبقى كل جمعه مع حضراتكم من 9 ل 11 حلقه اسبوعيه. اللي عنده اي جديد، اللي عنده اي حاجه، اللي عنده اي معلومه، اللي عنده اي فيديوهات، اللي عايز يضيف اي اضافه، يسال على سؤال، يعمل اي حاجه، يبعت لنا على هاشتاج وورلد سوكر طبعا سواء على الفيسبوك او على تويتر او على يمكن ممكن الانستجرام لو هو حابب. يعني في النهايه طبعا احب اشكر كل القائمين على العمل، احب اشكر طبعا استاذ عبد الله خاطر رئيس تحرير البرامج، طبعا محمد كمال مرتضى وسامي احمد ومحمد قلبه رؤساء تحرير البرنامج، بشكر طبعا محمد بيومي وبيبو طبعا المخرجين اللي مخلينا نطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، بشكر اسلام عبقرينو من داخل الاستوديو، بشكر احمد هشام، بشكر احمد علي، وبشكر عم طبار، بشكر كل القائمين على العمل، المونتيرين، كل الناس، يعني اكيد نسيت ناس كثيره جدا، لكن عمر عصام واحمد عادل واحمد مجدي، اكيد طبعا كل الناس ان شاء الله، ومحمد قول لي بيبو تاني ومحمد شبل ان شاء الله المره اللي جايه اكون محضر ورقه بكل الناس اللي موجوده عشان نشكرهم بعد كل حلقه، علشان هم دول السبب في ان البرنامج يطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي اشوفكم في حلقه جديده ويكون معانا حاجات اكتر وحاجات امتع في برنامج وورلد سوكر على شاشه قناه النادي الاهلي. نشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.